الشاشة كده واضحة. one stroke for yes لو الشاشة واضحة يا جماعة، two strokes for no. شكرا جزيلا. النهاردة هنكلم نكمل كلامنا عن treatment of heart failure، والحمد لله احنا المرة اللي فاتت قلنا بتفصيل شديد كل ما نحتاجه عن الفيسيولوجي، كل ما نحتاجه عن الباثوفيسيولوجي وهارت فيلير. حاولنا ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل، الميكانيكس بتتغير ازاي، صنفنا انواع الهارت فيلير، وقلنا كمان ان كان في زي ما نقول بارادايم شيفت. زي ما قلت لكم ان ايامي انا كنا على طول عيننا على الانوتروبكس، يا جماعه ما دام في هارت فيلير يبقى احنا عايزين نقوي عضله القلب. الكلام ده اتغير دلوقتي، وكان ريكومنديشن بتاع الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي امريكان هارت اسوسيشن مع بعض. زي ما انتم شايفين ادويه معظمها ما لهاش انوتروبيك اكشن، نون انوتروبكس. والادويه دي بتشتغل على ايه؟ الادويه دي بتشتغل على انها تقلل اللود على القلب rather than انها تويب ابي تايرد هورس، او تحسس يعني ايه تحاول تشغل القلب اكتر بينما القلب is failing او عليه ستريس زياده. فالميكانيزمز ديت بتقلل في اساسها اللود على القلب. وكلمنا عن انواع الادويه دي كلها، ولقينا زي ما انتم شايفين ان في ممكن نستعمل كل الحاجات اللي بتشتغل على الرينين انجيوتنسين سيستم. البيتا بلوكرز اساسها عشان نقلل التوكسيك ايفكتس اوف سيمباثيك نيرفس سيستم، والتاكي كارديا ان بارتيكولر اللي هي لود سيء جدا على القلب، والدايوريتكس هتقلل الفوليوم وكلمنا عنها وانواعها اللي بتتاخد بالتفصيل، واتكلمنا عن الفازو دايليترز، وكمان عن الحاجات اللي بتشتغل على الريذم اوف ذا بيس ميكر اللي هي الدواء اللي اسمه ايفابرادين، واتكلمنا كمان على الكومباينيشن من نيبريلايسين انهيبيتور والانجوتنسين ريسبتور بلوكر، الدواء اللي اسمه ساكيوبيتريل، وكومباينيشن مع الفالسارتان. ووضحنا على الرسم ازاي ان الكومباينيشن ده هيبقى بينيفيشال. يبقى جه الدور ان احنا نتكلم عن الانوتروبيك ايجنتس، واحنا فعلا قلنا مقدمه عنهم المره اللي فاتت. يبقى احنا هنتكلم النهارده عن الانوتروبيك ايجنتس، وانا هعيد الرسم ديت لان دي هتبقى مكانها هنا مهم جدا، انها تقول لي بقى اذا كنت انا هتحكم في الكارديا كونتراكشن يا ترى الكارديا كونتراكشن ده بيحصل ازاي. وانا اخترت ان انا ابروتش الموضوع من الاخر للاول. اذا كان انا عندي ستيب مثلا، على فكره الواحد لخمسه دول مش بالظبط كرونولوجيكال، مش بالظبط واحده بعد الثانيه، بس انا هشرحهم بالترتيب ده علشان ايه. انا اي ثينك ان بالطريقه دي هم ان شاء الله هيثبتوا. انا كلنا عارفين ان contraction is a process of sliding of actin over myosin, shortening of the myofibril of the heart. وكلنا عارفين ان this is a function of calcium، يعني الكالسيوم هو اللي بيمديت او مهم للموضوع ده، فاصبح الكالسيوم هو البطل عندنا في موضوع الانوتروبكس. فاذا نقول كل حاجه عن الكالسيوم بقى، نقول نمره بقى اربعه اللي قبل الخمسه، ان الكالسيوم ده علشان يبقى موجود بيطلع بكميات كبيره قوي من الساركوبلازميك ريتيكولوم، لانه هو ستورد في الساركوبلازميك ريتيكولوم بكميات كبيره. وزي ما انتم شايفين هنا في حاجه لها علاقه بالاي تي بي، الاي تي بي اذا ات بامبس اكتفلي كالسيوم تو ذا انسايد اوف ذا ساركوبلازميك ريتيكولوم علشان يكبه مره واحده. من اهم تريجرز ان الكالسيوم يطلع من الساركوبلازميك ريتيكولوم علشان يعمل كونتراكشن هو اصلا زياده الانتراسيلولار كالسيوم في الخليه. طيب هو الكالسيوم بيجي منين؟ الكالسيوم بيجي من الفولتج جيتد كالسيوم شانل، من بره الخليه لجوه بفولتج جيتد كالسيوم شانل اللي هي ال تايب كالسيوم شانل اللي كنا اتكلمنا عنها في الكالسيوم شانل بلوكرز لما جينا نتكلم في الهايبرتنشن والانجينا.
تمام. طيب الفولتج جيتد كالسيوم شانلز ديت يعني ايه فولتج جيتد؟ يمكن ما قلتش الكلام ده لجروب دوت، قلته لجروبس ثانيه، ان انا ممكن اصنف الايون شانلز الى نوعين، اوكي، او يعني في نوعين من الايون شانلز، حاجه اسمها ليجند جيتد وحاجه اسمها فولتج جيتد. يعني الشانل دي عباره عن بوابه، البوابه دي بتقفل وتفتح. طب ايه اللي بيفتحها؟ يا اما يكون ليجند، يعني يكون نيورو ترانسميتر او دواء هيمسك فيها يقوم يفتحها او يقفلها، اوكي، سواء هو هيبقى اجونست ولا بلوكر، يا اما تكون الشانل دي بتفتح بالفولتج، يعني التغيرات في الفولتج هي دي اللي بتتحكم فيها. طيب ايه التغير في الفولتج اللي هيفتح الكالسيوم شانل ديت؟ التغير ان يحصل دي بولاريزيشن، هو ده التغير في الفولتج. طيب هو الدي بولاريزيشن ده مش ممكن يحصل الا لو كانت السيل اصلا بولارايزد، يعني قوه الدي بولاريزيشن اللي بيحصل والاكشن بوتنشال اللي بيحصل ده هو ديبندنت على الممبرين بولاريتي اللي موجوده اصلا، اللي هي ايه؟ انسايد از نيجاتيف تو ذا اوت سايد وذ ا سيرتن فولتج، اللي هو ديترمنت باي مين؟ ديترمنت باي ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، اللي هو اعتمادا على الاي تي بي الانرجي يعمل اكتف بامبنج اوف صوديوم تو ذا اوت سايد ان اكستشينج فور بوتاسيوم، فكده البوتاسيوم يكتر قوي جوه الخليه، واحنا عارفين ان البوتاسيوم از ان انترا سيلولر كاتاين، والصوديوم يبقى بامبت اوت اوف ذا سيل against the concentration gradient by the effect of ATP by using energy. يبقى this is an energy derived process بتخلي الخلية polarized و الريفرسال اوف او الدي بولاريزيشن ده هو بقى اللي بيشغل فولتج جيت الكالسيوم شانل. شويه كالسيوم يدخله، انا كده بقى ماشيه ايه فورورد، شويه كالسيوم يدخله، كالسيوم يتكب من الساركوبلازميك ريتيكولم سلايدنج اوف اكتين اوفر مايوسين وكونتراكشن. تمام. طيب الكلام ده كله اوكي لازم برضو عليه تشيك، لازم الحاجه وعكسها. هتلاقي الكالسيوم مش معقول يبقى داخل 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 داخل، لازم الكالسيوم في حاجه تطلعه. طب انا اطلع الكالسيوم ازاي؟ انا زي ما تقولوا كده يعني هبلطج على الانرجي بتاعت الاي تي بي اللي بتاع الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. مش انت دلوقتي طلعت لي الصوديوم بره، طب ما هو شوية صوديوم ممكن يتسحبوا 3 صوديوم in exchange for 1 كالسيوم، ده اسمه صوديوم كالسيوم اكسشينجر اللي انا حاطة عليه نمرة واحد ده، لان الصوديوم كالسيوم اكسشينجر ده بقى من الميكانيزمز اللي هتقلل الكالسيوم جوه الخلية. يبقى الصوديوم كالسيوم اكسشينجر ده بقى ده زي ما تقولوا كده ايه، عارفين الـ 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 الشخص اللي هو يبقى راكب على عجلة ويروح يعني ماسك في الاتوبيس ويمشي بسرعه الاتوبيس، اهو الصوديوم كالسيوم اكسشينجر عامل كده، عامل ايه؟ هو مستغل اللي عمله الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز ان هو عمال يطلع صوديوم بره، اما هو بقى راح عامل ايه؟ استغل الكونسنتريشن جريدينت ده وبعدين يروح مدخل 3 صوديوم ان اكسشينج فور الكالسيوم اللي هو ايه؟ عمال يتجمع جوه الخليه ده. فده من اهم الطرق اللي بنطلع بقى بيها الكالسيوم بره الخليه مش بندخله جوه. يبقى انا كده ايه؟ اي ديسكاست حاجات ايه ميكانيزمز كتير بتتحكم في الكالسيوم، والديسكشن ممكن تبقى ماتش ماتش مور ديتيلد، بس ده كويس على الليفل بتاعكم. لكن مش عايز امشي قبل ما اقول حاجه مهمه جدا، اوعوا تنسوا ان الكالسيوم بيزيد انتراسيلولر بزياده السايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي دوت بيزيد بالبيتا اجونست، علشان كده البيتا اجونست بتعمل ايه؟ بتعمل كونتراكشن لانها بتزود السايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي دوت لما يزيد يبقى مسؤول برضو عن فتح الكالسيوم شانل ويزود الانتروسيلولر كالسيوم. هذا السايكليك اي ام بي بيتعمل بانزيم اسمه ادينايل سايكليز، واللي بيبقى اكتيفيتد بالبيتا 1 ريسبتورز في الهارت، لكن بيتكسر بالفوسفوداي استريز انزيم انتو 5 اي ام بي. يبقى انا كمان عرفت كده او افتكرت نفسي بالقصه بتاعه السايكليك اي ام بي. تمام. وهذا ما يتعلق بالكالسيوم in relation to the drugs we are going to discuss. الموضوع اكبر من كده وممكن يتقال بشكل لان في بقى تشانلز في الساركوبلازميك ريتيكولم، والتشانلز دي عليها جيتس ولا عليها ريجوليشن، يعني الموضوع ممكن يبقى له تفاصيل اكتر، بس هي دي الحاجات اللي احنا محتاجينها كاساس علشان دي الاساس بتاعت الادويه اللي commonly used.
بقيت بقى الميكانيزمز دي بوتنشال تارجتس فور نيو دراجز ممكن تبقى ان شاء الله ان ذا ماركت ان ذا فيوتشر. تمام يا جماعه، ما زال الكلام واضح والبرزنتيشن واضحه، كله تمام ماشي الحال. ايه الاخبار؟ ثانك يو. طيب حلو قوي. من هنا قلنا ان الاينوتروبيك ايجنتس، انا عندي ثلاثه انواع من الاينوتروبيك ايجنتس، عندي البيتا 1 اجونست، عندي الفوسفودايستريز انهبيتورز، وعندي الديجيتالز. كويس قوي، هنخلص من البيتا 1 اجونست لان ما فيهمش كلام جديد. ايه الحاجات اللي بتستيميليت البيتا 1؟ في حد هيقول لي ايزوبرينالين. ايزوبرينالين ده بيستيميليت بيتا 1 وبيتا 2، ده دواء سيء جدا في بيشنت عنده هارت فيلير. ليه؟ تاكيكارديا دايركت وريفلكس، دايركت على البيتا 1 وريفلكس من الفازو دايلاتيشن ولا الهايبوتنشن، يبقى ملوش منشن خالص عندنا. امال مين اللي ليهم منشن؟ الحاجات اللي سيلكتيف على البيتا 1، الدوبامين والدوبيوتامين. اي مين سيلكتيف على البيتا 1 يعني ما بيشتغلوش على البيتا 2. الدوبامين كمان احنا عارفين انه بيشتغل على دي 1 ريسبتورز ويعمل فازو دايلاتيشن اوف رينال سيريبرال كورونري اند ميزنتريك، ويحسن الرينال بلاد فلو، ويقلل من البريفيرال ريزيستنس. فالدواء ده بيستعمل في جميع انواع الشوك، وعندي الدوبيوتامين اللي هو اساسا بيتا 1 فقط. اوكي سو سواء ده او ده، they both stimulate البيتا 1 receptors so they improve the cardiac performance بانهم يعملوا positive inotropic effect. والفازو دالاتيشن دوت I mean الدوبامين. لما بقول فازو دالاتيشن انا عيني على الدوبامين. الدوبيوتامين is the most commonly used inotropic agent other than digitalis. بس الدوبيوتامين most commonly used فين؟ في ال ICU. يعني ما فيش مريض بيروح وقاعد في بيتهم بياخد دوبيوتامين، ما فيش دكتور بيكتب للمريض دوبيوتامين خد دوبيوتامين كل يوم. لا، الدوبيوتامين ده حاجه بتتاخد باي اي في انفيوجن، لان زي ما انتم عارفين هو كاتيكولاماين، والكاتيكولاماين بيتكسر بانزيم اسمه مونو امينو اوكسيديز انزيم فيري افيشنتلي، فعمره قصير جدا، ما اقدرش حتى اديه ريبيتد انجكشن، ده لازم يتاخد باي اي في انفيوجن يعني بالتنقيط الوريدي المستمر. It stimulates adenylyl cyclase, increasing cyclic AMP, enhancing contraction زي ما شفنا على الرسمة اللي لسه فايتة حالا، وبيتاخدوا الاثنين by IV infusion في الـ treatment of acute heart failure. اوكي طيب، الفوسفودايستريز انهبيتورز بقى عندي منهم تو كاتيجوريز، يا اما حاجات سيلكتيف يا اما نون سيلكتيف. النون سيلكتيف زي الميثايلبنزين زي السيوفلين، وده دواء بيستعمل اساسا في علاج البرونكيال ازمه، وكمان ليه نارو ثيرابيوتيك اندكس، فعشان كده يعني مثلا ما تلاقيهوش بيستعمل في اوروبا وامريكا سيوفلين خلاص، لكن مازال بيستعمل عندنا في مصر انه افكتيف جدا ورخيص جدا. ممكن ان هو يعمل بوزيتيف انوتروبيك ايفكت عن طريق انهبيشن اوف فوسفودايستريز وانكليز ان سايكليك اي ام بي، لكن ما هواش كومد يوزد ان هارت فيلير، علشان ممكن يسبب تاكي كارديا، وهو بيستعمل اكتر في احوال البرونكيال ازمه. عندي بقى الباي باريدينز، الامرينون والميلي رينون، ودول سيلكتيف على الفوسفودايستريز 3، ودول اللي هنتكلم عنهم في اخر المحاضره ديت. تمام، يبقى احنا دلوقتي هنتكلم بقى عن مين؟ هنتكلم عن اهم دواء عندنا النهارده اللي هو الديجيتالز. وكنا قلنا مقدمه المره اللي فاتت، وكنا قلنا ان احنا هنبتدي بالكيمستري والكايناتكس، وانا عارفه ان جزء الكيمستري والكايناتكس ده عاده انتوا يا اما ما بتقروهوش خالص، يا اما بتقروه وتنسوه في لحظتها، يا اما بتستسخفوه جدا جدا. بس الحقيقه ان اي حاجه ممكن تبقى مهمه لو بتدلني على شيء في البراكتس، لو بتدلني على شيء عملي، لو بستفيد من المعلومه دي in the treatment of the patient، او علشان تقول لي ليه انا بتصرف بشكل معين. otherwise لو ملهاش application هي فعلا غالبا ما بتبقاش مهمه، وغالبا ما بنسالش عنها، والواحد كده كده بينساها. طيب احنا بنقول بقى ان الديجيتاليس الاسم تاني كارديا جلايكوزايد، لان كان زمان في ثلاثه جلايكوزايدز كارديا جلايكوزايد كنا بندرسهم على ايامنا احنا، الديجيتوكسن والديجوكسن والوابين. دلوقتي ما بقاش عندنا غير الديجوكسن بس ان كومن براكتس، فالاثنين التانيين خلاص ما بنتكلمش عنهم. It is of plant origin، بيجي من leaves of plant اسمه لاناتا ديجيتاليس لاناتا leaves. و this is the most commonly used.
وليه انا حاطه كيميكال ستراكشر بتاعه، علشان اقول لك ايه الشوجر بارت اللي هي اللاكتون ديز از ريسبونسبل فور اتس كاينيتكس، اما الاي جلايكون او النون شوجر بارت فدي بتشبهنا على مين؟ دي ستيرويد نيوكليس اهي. ستيرويد نيوكليس دي يعني فيها ليبيد سوليبيليتي، ستيرويد نيوكليس ديت يعني ممكن مادام هي ليبيد سوليبل تدخل على بلاد برين بارير ويبقى لها سي ان اس اكشنز. تمام. الكاينيتكس ابزوربشن خلاص تمام. في حد يمكن عايز يسأل حاجة؟ حاضر. اوكي، ما هو السؤال؟ في سؤال ولا دي ناس داخلة السيشن؟ اوكي طيب ماشي. طيب قلنا الابزوربشن احنا متوقعين ان هو يبقى ابزوربد اورالي اني باسز ذا بلاد برين بارير، انا متوقعه ده كده اصلا من ان هو ليه ستيرويد ستراكشر، فانا توقعت ده. وكمان ده هيقول لي اكتر وهيفكرني ان الديجوكسين ممكن يبقى له سي ان اس اكشنز. اتس كونسنتريتد ان ذا هارت، وانا فاكره ان انا قلت لكم الدليلي على كده او اللي بيفكرني بالموضوع ده ان البلازما كونسنتريشن بالنانو جرام، يعني انا بدي جرعه معينه وهتشوفوا ان الجرعه بالملي جرام كل اللي يتفضل عندي في البلازما كونسنتريشن قليله جدا. مين اللي بتعمل لي، مين الادويه اللي بتعمل لي حاجه زي كده اللي تكون كونسنتريتد ان ا سيرتن تيشو وتلاقي الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعها كبير جدا؟ تمام. ليه الفوليوم اوف ديستريبيوشن كبير؟ ده اسمه ابيرنت فوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو سيمبلي علاقه الدوز اوكي بالبلازما كونسنتريشن. فليه علاقه الدوز بالبلازما كونسنتريشن تبقى رقم كبير قوي 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 قوي؟ تبقى رقم كبير لان البلازما كونسنتريشن رقم صغير قوي. طب ليه؟ لان الدواء ده رايح يستخبى ان سيرتن تيشو. طب ايه التيشو اللي بيستخبى فيه الديجوكسين؟ الله، بيستخبى فين؟ بيستخبى في الهارت، ما هو يشتغل على الهارت، عشان كده it is concentrated in the heart 15 to 30 times more than the plasma concentration. يعني اذا كانت دي ب 0.5 او 1 نانو جرام هتبقى concentration in the cardiac tissue up to 20 نانو جرامز بير let's say per ml او بير الفوليوم بتاع الكارديك ماسل. It is not tightly bound to plasma proteins. ده الديجوكسين ما هواش bound tightly قوي، 25% فقط، وده يعتبر رقم قليل. It is dependent on renal excretion. طب المعلومة دي مهمة، المعلومة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن البيشنت الهارت فيلير دوت الكيدني مش شغالة كويس وعنده رينال impairment، أنا لازم أخاف قوي من التوكسيسيتي ولازم أظبط الجرعة. طب أخاف قوي من التوكسيسيتي ليه؟ لأن أنا بقول لكم أهو من دلوقتي إن الديجيتاليس إز أدوا إز أ دراج وذ أ نارو سيفتي مارجن، يعني أنا محتاجة البلازما ليفل يبقى within a narrow range، يعني أنا الثيرابيوتيك لو طلعت عنه بشويه ادخل في التوكسيك كونسنتريشن. عشان كده موضوع ان هو رينالي اكسكريتد ده يقول لنا ان انا اهتم جدا لو البيشنت عنده رينال امبيرمنت، لان لو عنده رينال امبيرمنت وشويه دراج ريتيند على طول هخرج من الثيرابيوتيك للتوكسيك دوز، والتوكسيسيتي بتاعت الديجيتاليس مش لطيفه. التي هاف از 1.5 دايز، وده تي هاف طويل قوي. طب ليه تي هاف طويل كده؟ الله، طب ما هي الكلى هتلاقي الدواء فين اصلا علشان تطلعه اذا كان هو اصلا مستخبي في الهارت؟ فالجزء من الدواء اللي موجود في الدم اللي الكلى بتقدر تتصرف فيه وتتخلص منه ريلاتيفلي جزء بسيط، علشان كده العمر النصفي بتاع الدواء او التياف بتاعه بيبقى تياف طويل. فدايما في تناسب طردي ما بين اللينث اوف ذا تي هاف اند ذا فوليوم اوف ديستريبيوشن. كل ما التي هاف عالي، سوري، كل ما الفوليوم اوف ديستريبيوشن كبر، كل ما التي هاف ايه؟ كل ما التي هاف زاد. الاوبتيمم بلازما كونسنتريشن اوكي احنا قلنا ملحوظاتنا عليها. اما اجي اتكلم بقى، انا كده اتكلمت عن الكايناتكس بتاعه الديجوكسين، لما اجي بقى اتكلم عن الداينامكس، هتكلم عن الداينامكس، اتكلم عن الداينامكس كتير قوي، فعلشان كده انا عايزه احط له فريم ورك من الاول. عايزه اتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن،
وعايزه اتكلم عن ميكانيزم اوف اكشن تاني من وجهه نظر تانيه، ان ليه اكشنز دايركت وليه اكشنز عن طريق ستيميوليشن اوف ذا فيجاس او عن طريق ستيميوليشن اوف ماسكارينيك ريسبتورز. اوكي، هو بيعمل ده، ليه دايركت اكشن ولي فيجل اكشنز. يبقى هفتكر دي. النمره الثالثه بقى ان انا اعدد الاكشنز اللي بشوفها. اوكي، الاكشنز دي طبعا طبعا هتبقى مينلي كارديو فاسكولار، والكارديو فاسكولار هيبقى اشي على الهارت واشي على السيركيوليشن. اللي على الهارت اوكي هيبقى ايه؟ هيبقى عندي الكاردياك بروبرتيز، هتبقى بعضها في ميكستشر ما بين ستيميوليشن وانهبيشن، في ميكستشر ما بين انكريز وديكريز. يعني مثلا definitely الدواء ده هيبقى له positive inotropic effect، لان انا مديه اصلا علاج هارت فيلير، فدي ما فيهاش ال positive inotropic. يعني ايه positive inotropic؟ يعني increase in the force of cardiac contraction. لكن directly through its vagal effect it will have a negative chronotropic and negative dromotropic effect. وناس سألت المرة اللي فاتت، chronotropic effect هو ال effect على heart rate through the pacemaker، بيقلل من الريت بتاع الاس اي نود، ونيجاتيف درومتروبيك ايفكت هو ديكريز في الكوندكشن في الكوندكتيف سيستم بتاع الهارت. يبقى له نيجاتيف كرونوتروبيك ونيجاتيف درومتروبيك، لكن هيرجع تاني ويزود الاكسايتابيليتي ويزود الاوتوماتيسيتي. ايه بقى الفرق بين الاكسايتابيليتي والاوتوماتيسيتي؟ كل خلايا الهارت اكسايتابل. يعني ايه كل خلايا الهارت اكسايتابل؟ يعني المسل فايبر دي بتاعت الهارت، وانس الخليه اللي جنبها حصل لها دي بولاريزيشن، ده هيبقى سيجنال وهي كمان تبقى اكسايتابل بالدي بولاريزيشن دوت، يقوم يبقى في ايه؟ يبقى في بروباجيشن اوف ذا اكشن بوتنشال ان ذا كاردياك مسل. ده بيحصل في كل خلايا القلب، كلهم اكسايتابل، وعلشان كده والا ما كانش القلب كله يضرب، والا ما كانش الخلايا بتاعت القلب كلها تكونتراكت. يبقى الاكسايتابيليتي دي حاجه في كل خلايا الايه؟ الهارت، المسل سيلز اوف ذا هارت. طب امال الاوتوماتيسيتي دي بقى؟ لا، دي الاوتوماتيسيتي دي حته زياده، دي القابليه بتاعت الخليه او قدرتها ان يجي لها حاجه اسمها سلو دايستوليك دي بولاريزيشن، عندها تشانلز من نفسها كده تقوم عاملة دي polarization spontaneous من غير ما حد يكلمها، من غير ما حد يلمسها. وانا قلت لكم لو انا جبت قلب isolated من frog او من rabbit او من whatever وحطيته في petri dish قدامي في المعمل، هلاقي القلب ده بيعمل contraction لوحده. ليه؟ لانه عنده تشو في automaticity، هو بيضرب من نفسه. الاوتوماتيسيتي دي موجودة في الاس اي نوت طبعا، والاس اي نود بتتفوق بالاوتوماتيسيتي بتاعتها على كل الكوندكتيف تيشو بتاع الهارت، عشان كده بنسميها البيس ميكر، هي الليدر. بس انا كمان ما اقدرش اعتمد على ريدر واحد، لازم يبقى له نائب. لو الليدر ده تعب الناس تعمل ايه؟ لازم يبقى فيه ليدر تاني. فتلاقي الكوندكتيف تيشو بتاع الهارت كله فيه اوتوماتيسيتي، تمام؟ اوكي، كل كوندكتيف تيشو بتاع الهارت فيه اوتوماتيسيتي، بس ما تحصلش الاوتوماتيسيتي بتاعت الايه؟ بتاعت الاس ان او، تبقى اقل منها، تبقى ابطا منها، تشتغل لما الاس ان او تبطل تشتغل. بعدين هندرس ان ليه ايفكتس على الاي سي جي. يبقى ده ملخص الايفكت على الهارت اللي احنا لسه هنقراه كلمه كلمه مع بعض دلوقتي. على السيركيليشن هيبقى في ايفكت على الكاردياك اوتبوت، هيبقى ايفكت على الارتيريال بلاد بريشر، على الفينس بريشر، وعلى الكورونري سيركيليشن. واوعى تنسى ان الدواء ده، ادي دول 10 كارديوفاسكولار اكشنز في اوكي كارديو، في نون كارديوفاسكولار اكشنز. دول بقى ايه نون كارديوفاسكولار اكشنز؟ عندي رينال، جي اي تي، سي ان اس، واندوكراين. اوكي تمام. ليه انا اخترت اعمل دول 3 4 5 6؟ بصراحه انا مش عارفه انا ليه عملت كده. هم يعني دول اربعه اكشنز، رينال وجي اي تي وسي ان اس واندوكراين، وهنتكلم عنهم لما يجي دورهم. نيجي على اول نقطه في الداينامكس، وات از ذا ميكانيزم اوف اكشن اوف ديجيتاليس. ذا ميكانيزم اوف اكشن از ذا بارشل انهبيشن اوف ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. اصل الممبرين بولاريتي، الدرايفر بتاع الممبرين بولاريتي. اقدر ان انا ابسط الموضوع لنفسي جدا واقول لك ان الديجيتاليس بيتنافس مع البوتاسيوم على الانزيم، بيزاحم البوتاسيوم، بيكمبيت مع البوتاسيوم.
تكون النتيجة إن الإنزيم ده يحصل له partial inhibition. طالما بيحصل له partial inhibition، هو الإنزيم ده كان بيعمل إيه؟ الإنزيم دوت كان بيطلع الصوديوم out والبوتاسيوم in. يبقى بمنتهى البساطة اللي هيحصل إن الصوديوم جوه هي إيه؟ الصوديوم جوه هيزيد والبوتاسيوم جوه هيقل. يبقى intracellular بفعل الديجيتاليس الصوديوم هيزيد والبوتاسيوم هيقل. ده فين؟ ده intracellular. طيب نتيجة كده هتبقى السل في حالة من البارشل ديبولاريزيشن. طب والبارشل ديبولاريزيشن ده يعمل ايه؟ قال لك the concentration of intracellular sodium increases, the concentration gradient across the membrane decreases. اوكي طب ولما يحصل ان الكونسنتريشن جريدينت، انتوا فاكرين ان انا قلت لكم ماشي ان في واحد راكب عجله وماسك في الاتوبيس بتاع الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز وبيستغل الاكشن بتاعه، ده كان مين؟ ده كان الصوديوم كالسيوم اكسشينجر. هذا الصوديوم كالسيوم اكسشينجر كان مستغل ان الصوديوم هنا قليل جوه، فيروح مدخل صوديوم ومطلع كالسيوم. طب ما هو مش قادر دلوقتي يعمل الكلام ده efficiently. This results in ايه بقى؟ increased okay there is increased sodium okay decreases the deriving force for the sodium calcium exchanger, so there is a decreased extrusion of calcium into extracellular space. كده انا استغلالي للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اصبح دلوقتي اقل. ليه؟ لان الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز ما بقاش قادر يعمل الجريدينت اللي هو كان عامله، الجريدينت ده قل، فاكوردنجلي هيبقى فيه الصوديوم هيزيد جوه شويه، يبقى كده انا ما بقتش قادره ادخل، ما بقتش قادره ادخل 3 صوديوم واطلع قدامهم واحده كالسيوم، تكون النتيجة إن الكالسيوم يزيد intracellular، تبقى الخلية loaded with calcium. طب وإيه يعني لما تبقى الخلية loaded with calcium؟ أما تبقى الخلية loaded with calcium يجي الأكشن potential العادي الطبيعي، تقوم الخلية دي تضرب ضربة أقوى من اللي كانت ناوية تضربها لما كان الكالسيوم أقل. فهمتوا بقى القصة؟ يبقى الخلية دي في المحصلة نتيجة لـ partial inhibition of the sodium potassium ATPase، نتيجة إن الديجيتاليس competed with the potassium على الإنزيم دوت، فاللي هيحصل إيه؟ إن في partial inhibition، partial inhibition ده هيخلي relatively الصوديوم جوه يزيد شوية، لما الصوديوم جوه يزيد شوية ما بقاش في gradient اللي أنا كنت قادرة أستغله بالصوديوم calcium exchanger عشان to kick the calcium out، فبقيت الخلية إيه؟ شايله كالسيوم اكتر من الطبيعي، كالسيوم كونتنت فيها بقى اكتر من الطبيعي. يوم ما يجي لها الاكشن بوتنشال، الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج بتاعها هيبقى اقوى من اللي انا متعوده عليه. ده بنسميه increased efficiency. يعني ايه increased efficiency؟ هو هو نفس الاكشن بوتنشال، هو هو نفس الاكسجين كونسامشن، لكن الخليه تضرب اقوى. تمام؟ هو ده اللي بيعمله ايه؟ ده اللي بيعمله الديجيتالز. تمام؟ يبقى احنا اتكلمنا عن الميكانيزم اوف اكشن على سيلولار ليفل، واي ثينك ان هو الى حد ما واضح. قبل ما نسيبه، في حاجه مش واضحه في النقطه دي لانها نقطه مهمه، واحنا يعني عشان كده كان لازم نشرحها بالتفصيل. في اي حاجه هنا مش واضحه، او بمعنى اصح لو واضح اوكي دوني وان ستروك، مش واضح قولي لي ايه الاسئله. تمام؟ حلو قوي. اوكي طيب، كمان احنا قلنا ان الديجيتاليس ده هيبقى له فيجل ايفكت وهيبقى له دايركت ايفكت. ايه بقى الفيجل ايفكت دي؟ الفيجل ايفكت دي احنا عارفينها اصلا، ما هو الفيجس بيتحكم فين؟ في الهارت. ماشي، انا عشان كده انا جبت لكم رسمه الهارت اهو عشان تبقوا متخيلين، ودي هتتكرر كتير. دي الاس اي نود، وبعدين ثرو ذا اتريال تيشو الامبلس تروح للاي في نود، وبعدين ده بقيه الكوندكتيف سيستم هو مرسوم بالاصفر. الكوندكتيف سيستم ده ينتشر في القلب كله، والكوندكشن فيه دي اسمها البركنجي فايبرز، والكوندكشن فيها سريعه جدا. عارفين ليه الكوندكشن سريعه؟ عشان الامبلس توصل في كل حته في وقت واحد تقريبا، يقوم القلب يدق كله مع بعضه، مش يدق حته وحته، لا يدق كله از وان يونت. علشان كده الكوندكتيف سيستم ده التوصيل فيه سريع جدا. هنا انا شلت الكاردياك ماسل وخليت الكوندكتيف سيستم، بقت دي الاس اي نود،
وفي شويه فايبرز كده كونكتنج جيت بالاي في نود، وبعدين في الكوندكشن بيمشي من الاي في نود للاي في باندل، والاي في باندل دي بنسميها الاي في باندل اوف هيس، وبعد كده الايه ال وبعد كده تطلع الايه البركنجي فايبرز اللي توصل في كل الفنتريكل. الفيجس بيشتغل فين هنا؟ الفيجس ما يقدرش ينزل عن كده ابدا ابدا ابدا، الفيجس ما يقدرش يقرب للفنتريكل، دي تبقى مشكله لو الفيجس قرب للفنتريكل. تخيلوا واحد لو شاف منظر وحش او لو دوست على الكاروتيد ساينس بتاعه، اوكي الفيجس يشتغل ويجي له فازو فيجر ريفلكس والفنتريكل يقف، يعني البني ادم يموت. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى حرم الفنتريكل من الفيجال ريجوليشن. ليه؟ علشان يبروتكت الفنتريكل، عشان الفنتريكل ده مش مكان الفيجس يشتغل فيه، ما يقدرش الفيجس يوقف الفنتريكل ابدا. كل اللي يقدر عليه الفيجس ان هو لما انت تعمل له ستيميوليشن يبطئ من الاس اي نود، وممكن يبقى له ساي على الاي في كوندكشن، الكوندكشن فروم ذا اتريوم تو ذا فنتريكل، لكن وانس انا وصلت الفنتريكل الفيجس ملوش كلمه عليا. سو ذا فيجال ايفكت ها ايه ذس بريدومينيتس ان سمول دوز، يعني الفيجال ايفكت اوف ديجيتاليس لو انا بتكلم على سمول دوز اوف ديجيتاليس تعمل لي ايه بقى؟ انهبيتس اس اي نود اوكي، وانهبيتس الاي في نود، وانكريزس اتريال كوندكتيفيتي. الناس اللي مذاكره كانت الاوتونوميك كويس قوي هتفتكر ان السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك الاثنين بيزودوا الكوندكتيفيتي within the atrium itself، الاتريال مصر نفسه، لسبب يعلمه سبحانه. تمام، الابلكيشن بتاع الكلام دوت ممكن يكون الابلكيشن بتاعه في حالات الاريزميا، تمام، لكن يعني ملوش ابلكيشن واضح في الدرس ده، لكن احنا اللي بنهتم بيه ان الفيجال ايفكت اوف ديجيتاليس هتبطئ لي من الاس اي نود وهتبطئ لي من الاي في نود. تمام، طيب الدايركت ايفكت بتاعه بقى لو هو ثيرابيوتيك هيبقى بوزيتيف انوتروبيك، وده احنا عارفينه وشرحنا هو ازاي بوزيتيف انوتروبيك، واتكلمنا عن الكالسيوم لود واتكلمنا عن الافشنسي. سترونجر contraction for the same given action potential. وفي اللارج دوز it inhibits directly ال S node وال A V node، ده direct toxic effect بقى. يبقى سواء هو therapeutic low dose هي inhibit ال S node وال A V node، كبرت الجرعة برضه هي inhibit ال S node وال A V node even more. لو هو بtoxic dose it will increase ال automaticity especially في ال Purkinje fibers leading to arrhythmia. دي في التوكسيك دوز بقى. وخدها كلمة مني من هنا لآخر الدرس إن الديجيتاليس ممكن يعمل virtually any type of arrhythmia. أوكي؟ أي نوع من الأريثميا ممكن يتعمل بديجيتاليس. يبقى نرجع تاني، إحنا اتكلمنا على الميكانيزم أوف أكشن at the cellular level، وجينا على مرحلة تانية قلنا لك والله ده ليه فيجال إيفكت وليه دايركت إيفكت. الفيجال إيفكت ليها كلمة على مين؟ على الإس إي نود والإي في نود. تعمل ايه؟ تقلل من الاس اي نودال فايرنج وتقلل من الاي في كوندكشن. الله، والدايركت ليه بوزيتيف انوتروبيك ايفكت، وباللارج دوزز دايركت توكسيك ايفكت على الاس اي نود والاي في نود. الله، طب لو انا مسكت الثيرابيوتيك ورجعت تاني للاكشنز هلاقي ان صح فعلا ده ليه بوزيتيف انوتروبيك ونيجاتيف كرونو ونيجاتيف درومو. النيجاتيف كرونو والنيجاتيف درومو دول ديو تو ذا فيجال ايفكت فين؟ في السمول دوز، وفي التوكسيك دوز due to a direct effect. تمام؟ طيب بعد كده بقى يبقى هنا بقى هنتكلم عن كل واحدة من الكاردياك اكشنز بالتفصيل. increase contractility، في حد بيسأل حاجة؟ ماشي نشوف. لا برضو ده واضح انه حد دخل. اوكي ده مش سؤال. ماشي يا جماعة، طيب ديجيتاليس هنا بقى الكلام اللي قلناه كله هنقراه، هو ده اللي احنا هنقراه دلوقتي، ده هو نفس الشرح اللي احنا ايه اللي احنا لسه قايلينه. ديجيتاليس باينز تو اكسترا سيلولار سايت اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، الاكسترا سيلولار سايت ده اوكي انهبيشن اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، هو بيبقى اوكي كومبيتنج وذ بوتاسيوم. اوكي على ايه؟ المعلومه الزياده هنا ان هو باينز فروم ذا اوتسايد. طيب
ليدنج ايه بقى؟ بوتاسيوم افلوكس. اوكي، البوتاسيوم افلوكس هيديكريز انتراسيلولار بوتاسيوم، والصوديوم انفلوكس ات انكريزز انتراسيلولار صوديوم. ده بالظبط اللي احنا قلناه، انتراسيلولار انتراسيلولار الصوديوم ويل، اوكي، ويل انكريز انتراسيلولار، والبوتاسيوم ويل ديكريز. انكريز انتراسيلولار صوديوم هتبلوك او هتقلل من الباسيف اكستشينج. يا ترى هو ليه كان باسيف؟ لان هو يعني ايه مبلطج على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. باسيف اكستشينج بتوين انتراسيلولار كالسيوم اند اكستراسيلولار صوديوم ليدنج تو ريتنشن اوف كالسيوم او انكريز انتراسيلولار كالسيوم. اكتيفيشن اوف كالسيوم شانلز انكريزز كالسيوم انفلوكس ذات اكسيد ذا لود اوف ذا ساركوبلازميك ريتيكولوم. يعني ايه؟ الستيت اوف بارشال دي بولاريزيشن ديت دي هتشغل لي الفولتج جيتد كالسيوم شانلز. مش احنا حكينا ان واحده من الريجوليشن اوف كالسيوم اني عندي فولتج جيتد كالسيوم شانلز، وان دي بتشتغل بالفولتج. يعني ايه بتشتغل بالفولتج؟ يعني بتفتح مع دي بولاريزيشن. انت عندك دلوقتي شويه بارشال دي بولاريزيشن لانك ابطلت عمل الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بارشالي. فانت دلوقتي هتدخل كالسيوم فروم ذا فروم ذا اوتسايد، كمان هيبقى فيه كالسيوم انفلكس. ده ايه بقى؟ that exceed the load of the sarcoplasmic reticulum. يدي يقوم يحصل ايه؟ مش هيقدر السيركوبلازميك ريتيكولوم ياخد جواه الكالسيوم ده كله. تكون النتيجه ان هيبقى فري ايونايزد انترا سيلولار كالسيوم. هنا الكالسيوم بقى الفري فريلي ايونايزد هيزيد انسايد ذا سيل. اوكي، الكالسيوم دوت it will attach to troponin و tropomyosin leading to sliding of actin over myosin rather than ال contraction. يعني it's not that it causes contraction، لكن ال contraction اللي هيحصل بال action potential الطبيعي اللي جاي هيبقى a strong contraction. يبقى احنا كده ايه؟ احنا قلنا الكلام على الرسم ورجعنا تاني قريناه مكتوب. طيب الرسمة دي بقى تقول لنا ايه؟ لما تيجي تلاقي اي جراف كده نصيحة، اول حاجة تعملها نركز على الاكس اكسس والواي اكسس وشوف بيقولوا لك دي علاقة ايه بايه. الاكس اكسس هنا عندي السايز اوف ذا هارت، اوكي، وهنا الكونتراكتيليتي. الاكس اكسس ده بيبقى هو العامل المؤثر، والواي اكسس ده بيبقى اللي بيتأثر. فدي العلاقة ما بين السايز اوف ذا هارت والكونتراكتيليتي. بمعنى اصح ده كلام تاني اسمه ايه؟ ستارلينجز لو، للناس اللي عارفين. بيقول لي ايه ستارلينجز لو ده؟ بيقول لي ان انا لما انا ازود السايز اوف ذا هارت تزيد الكونتراكتيليتي اندر نورمال كونديشنز. البني ادم اللي عنده هارت فيلير بيزيد السايز اوف ذا هارت، بس بيزيد بزياده والهارت از فيلينج، فالسايز بيزيد والكونتراكتيليتي بتقل. لان العضله اولا لان العضله مش سليمه، ثانيا لان السايز اوف ذا هارت القلب معبي اند دايستوليك فوليوم اكتر من اللي هو قادر يستحمله، فستارلينجز لو ما هوش شغال عدل. يبقى انا عندي هنا ده سيتويشن طبيعي وده سيتويشن هارت فيلير. الديجيتاليس يجي يعمل ايه؟ الديجيتاليس يجي يعدل السيتويشن، يخليه من الهارت فيلير يدخل على السيتويشن الطبيعي. بيعمل ده ازاي؟ هنقول حالا بيعمل ده ازاي. عن طريق increasing الافشنسي of the contraction يجي الديجيتاليس يعمل ايه؟ يساعد القلب انه يفضي اللي جواه كويس، يبقى الستروك فوليوم هيزيد. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان القلب هيبقى اكبر ولا اصغر؟ معنى كده ان القلب حجمه هيصغر. لما القلب حجمه هيصغر هيرجع يدخل لي تاني على الريجن بتاع الستارلينجز لو. ما هو انا كده كنت معديه الستارلينجز لو. الستارلينجز لو بيقول لك within limits، لما انت تكبر الكارديك سايز الكونتراكشن هي ايه؟ هيبقى اقوى. ده في normal conditions. لكن انت لما وصلت لحاله الهارت فيلير في العيان دوت، القلب بقى دايليتد بزياده، فبقى خرج بره الليميتس بتاعت الستارلينجز لو. نيجي انا لما ادي البيشنت ده ديجيتاليس، اقوم اعمل ايه؟ اقوم اساعد القلب ان يبقى مور افيشنت، يقوم يفضي شويه زياده، يقوم الحجم القلب يصغر، يدخل في الليميتس بتاعت الستارلينجز لو تاني. فده توضيح الدايجرام ده عايز يقول لنا ايه. طيب البوزيتيف انوتروبيك ايفكت يديني decrease in size of the heart.
للقلب كان معبي اند دايستوليك فوليوم كبير كده، بس القلب دلوقتي الستروك فوليوم بتاعه زاد، بقى قادر ايجكشن فراكشن زاد، فالقلب بقى ايه صغر. صغر ليه؟ صغر in a good way, in a healthy way. Digitalis and calcium inhibit the ATPase while potassium and magnesium stimulate the ATPase. يعني البوتاسيوم والمغنيسيوم، يعني ايه الكلام ده؟ يعني البوتاسيوم والمغنيسيوم هيبقوا انتاجونيستس للديجيتاليس، والكالسيوم والانهانس الايفكت اوف ديجيتاليس. الكلام ده هنقوله في دراج انتر اكشنز، الكلام ده هنقوله ان فاكتورز انكريزنج وديكريزنج الايفكت اوف ديجيتاليس، الكلام ده هنقوله في الديجيتاليس توكسيسيتي وفي التريتمنت اوف ديجيتاليس توكسيسيتي. فاحنا هنا ايه بنرسي قواعد، بنقول لك هو البوزيتيف انوتروبيك ايفكت ديكريزنج كاردياك سايز، بس خلي بالك ان الايفكت ديت بتبقى ايه انتاجونايزد باي بوتاسيوم ومغنيسيوم. انا متفقه معاكم من الاول ان ممكن تعتبر الديجيتاليس كومبيتيتيف انتاجونست للبوتاسيوم، والبوتاسيوم العكس بالعكس كومبيتس والديجيتاليس. على الصعيد الاخر كالسيوم والايه ويل انهانس ذا ايفكت اوف ديجيتاليس على الاي تي بيز. اكسس انهبيشن اوف اي تي بيز ليدز تو اكسس كالسيوم، لو الموضوع خرج عن حده هيوصل الى اريثميا. البوزيتيف انوتروبيك ايفكت از مور ايفيدنت اند يوزفل ان بيشنتس وذ هارت فيلير. اكيد لو واحد هو عنده هارت فيلير هو ده اللي هيستفيد من الانكريس في ستروك فوليوم وديكريس في الكاردياك سايز. There is a strong short systole. فاكر لما بقولك more efficient ليه strong short systole؟ لان عندي cell loaded with calcium. هات لي انت بس action potential هتلاقيني فريرة، هعمل لك contraction strong جدا وسريعة، contraction سريعة وريلاكسيشن سريعة، يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده بقيت more efficient وخليت السيستول سريع، قوم انا ايه الكاردياك سايكل رجعت تاني يبقى فيها جزء كبير دايستول. اوكي طيب better emptying decrease end systolic volume. ايه الاند سيستوليك فوليوم ده؟ volume of the heart at the end of systole. ده هيقل. يعني ايه هيقل ليه؟ يعني لان this is in other words ان الايجكشن فراكشن زاد. لو انا عندي الحجم بتاع القلب ده 100% وكنت انا يا دوبك بضخ 35%، انا كان عندي هارت فيلير، دلوقتي انا خدت ديجيتاليس بقيت بضخ 50%. بقيت بضخ 50% ايجكشن فراكشن زاد. يعني ايه ايجكشن فراكشن زاد؟ يعني انا بضخ كميه اكبر، برسنتج اكبر وكميه اكبر، يبقى الاند سيستوليك فوليوم اللي متفضل من ال 100% دول ديفينتلي هي ايه هيقل. هنا السيستول هيبقى شورت يبقى الدايستول هيبقى لونج. طب ولما يبقى الدايستول يبقى لونج there is better feeling, decrease in the venous pressure with decrease in congestion. القلب اللي قدر يفضي قادر ياخد من الفينز بقى. مش احنا قلنا ان القلب لما بيبقى تعبان ودايليتد بيرمي على الكومبارتمنت اللي وراه، يعني الليفت سايد ترمي على اللونج والرايت سايد ترمي على السيستميك كونجشن، تديني سيستميك كونجشن. طيب ما هو القلب دلوقتي بقت حالته احسن وقادر يفضي اللي جواه، فقادر يريسيف مور فروم ذا سيستميك فينز وقادر يريسيف مور فروم ذا لانجز، يقوم يقلل الكونجشن. Decrease in the cardiac size decreases the end diastolic volume as well وoptimum for Starling's law وbetter contractility زي ما شرحنا على الرسمة دي. So to improve the mechanical efficiency of the heart. يعني ايه mechanical efficiency؟ نفس الضرب، نفس الاكشن potential، نفس الـ ATP، نفس الاكسجين، لكن الضربة اقوى بنفس الاكسجين ونفس كمية الـ ATP ونفس الاكشن بوتنشال هو لكن انا بديك ضربه اقوى. فيعني كده ايه؟ يعني انا بقيت مور افيشنت. يعني ايه بقيت مور افيشنت؟ يعني دلوقتي افرض ان انت مشغل اتنين خلاص وبتديهم نفس المرتب، واحد بيديك شغل احسن، اللي بيديك شغل احسن ده بنفس المرتب بقى ده مور افيشنت. تمام طيب increasing the cardiac output increasing the cardiac output و cardiac work. اوكي increasing صحيح الاكسجين كونسومشن بس ايه؟ بس هو efficiently، يعني هو بيزود الاكسجين كونسومشن بس بيزود الكارديك اوتبوت مور، عشان كده هنا العلامه دي بيزود الكارديك اوتبوت مور عن زياده اللي بتحصل في الاكسجين كونسومشن.
يعني اكسجين كونسامبشن زاد شويه، الكاردياك اوتبوت هيزيد بمقدار اعلى من زياده مقدار الاكسجين كونسامبشن. دي كلمه ان هو عنده ميكانيكال افشنسي. طيب ده كل ده كان في البوزيتيف انوتروفيك اكشن. اتكلمنا عن تفاصيلها وقلنا هي بتحصل ازاي ات ذا سيلولار ليفل، وقلنا كمان هي بتعمل ايه على الهارت نفسه، وبتعمل ازاي في الان سيستوليك فوليوم والان دايستوليك فوليوم، وايه الايفكت بتاعتها على الكونجشن اوكي وعلى الاكسجين كونسامبشن. تمام، ودي طبعا الموست امبورتنت. نيجي اللي بعد كده، برادكارديا due to negative chronotropic effect both vagal ودايركت. يعني اذا كان بيعمل positive eno هو بيعمل negative chrono. decreases the heart rate specially in heart failure. ليه بقى specially in heart failure؟ اذا كان هو ليه direct vagal effect، اوعى تنسى ان البيشنت بتاع الهارت فيلير كان عنده تاكيكارديا اصلا، عشان عنده سيمباثيتك ستيميوليشن اصلا، علشان الكاردياك اوتبوت قليل ومش مكفي التيشوز. فاكرين الكومبنساتوري ميكانيزم ده؟ طيب ما انا هحسن لك الكاردياك اوتبوت، التيشوز هتبتدي بقى ايه تبطل تزن عليا، التيشوز هتبتدي تحفز السيمباثيتك، هتبتدي تقلل من تحفيزها للسيمباثيتك، فتقوم تقل الايه تقل التاكيكارديا. عشان كده لو انا اديته للبني ادم الطبيعي اه ممكن يبقى له فيجال ايفكت على الاس اي نود والاي في نود، لكن لو انا اللي اديته للبني ادم بتاع الهارت فيلير هيبقى له الايفكت ديت دايركت وفيجال، وكمان لما هحسن الكاردياك اوتبوت هيقلل من الريفلكس سيمباثيتك ستيميوليشن اللي التيشوز شغاله عليها. Small dose decrease increase the vagal tone mainly, or large dose increase vagal tone with direct inhibition of the ST node, more bradycardia. الأتروبين can antagonize إيه بقى؟ البراديكارديا by the small dose, not by the large dose. يعني لو أنا عندي digitalis toxicity وفي براديكارديا، أوكي، بلارج دوز أوف ديجيتاليس وديت أتروبين، ممكن البراديكارديا دي تتحسن شويه بس مش هتتحسن 100%. ليه مش هتتحسن 100%؟ لان جزء من النيجاتيف كرونوتروبيك ايفكت ده اتس ا دايركت ايفكت نوت جاست ا فيجال ايفكت. It decreases AV conduction. Negative dromotropic effects are both direct و vagal. Okay؟ طيب هنا بقى ملخص في الجدول ده للإيفكت بتاع الديجيتاليس على الاتريوم والاي كوندكتيف سيستم وعلى الفنتريكل. نيجي على مين؟ الاتريوم عنده الفيجر إيفكت فيزود الكوندكشن في الاتريال مصر، وقلنا الكلام دوت انتوا خدتوه زمان اوكي، ويعني ملوش ابلكيشن معين عندنا اوكي، او ممكن ان هو يعمل يعني يساعد التوكسيسيتي انه يعمل اريزميا. هاي ديبرس عندي الاتريوم اوكي، الدايركت افكت از انهبيشن اوكي، والريزلت ذير ويل بي انكريز ان اتريال كوندكتيفيتي اند شورتنينج ذا ريفراكتوري بيريود اوف ذا اتريوم. ده بالنسبه للاتريال مصل، يعني هو on the whole it will increase the conduction inside the atrial muscle itself مش ال conductive system. طب نمسك بقى ال conductive system على ال AV node it will decrease ال AV nodal conduction by vagal effect by direct effect resulting in decrease AV nodal conduction طبعا لان الاثنين decrease، و it will prolong ال refractory period. ايه refractory period ديت؟ انا لما يحصل لي action potential اوكي، let's say ده action potential اوكي بتاع الايه بتاع ال heart بصرف النظر عن شكله، مش مهم شكله يبقى مظبوط، المهم ان طول ما في action potential وفي depolarization القلب في حاجه اسمها refractory period. في الاغلب ان انا ما اقدرش اعمل stimulation on top of the action potential اللي شغال. الاكشن بوتنشال دوت او الريفراكتوري بيريد دي في جزء منها بيبقى ابسوليوت، يعني انا مش ممكن ابدا اعمل كاردياك ستيميليشن خالص في اثناء الوقت ده ابسوليوت ريفراكتوري بيريد، وجزء منها ريليتيف ليت كده بتبقى ريليتيف. يعني ايه؟ يعني محتاجه امبلس فيري سترونج عشان استيميوليت الهارت اثناء الريبولاريزيشن، تمام، في الليت اكشن بوتنشال بيسموها ريليتيف ريفراكتوري بيريد. فطبعا اكيد الحاجه اللي بتقلل الكوندكتيفيتي هي بتزود الريفراكتوري بيريود،
والحاجه اللي بتزود الكوندكتيفيتي هي بتقلل الريفراكتوري بيريد، لان الريفراكتوري بيريد دي البيريد اللي ما اقدرش اعمل فيها ريسبونس. فعشان كده انا لما قلت ان الكوندكت الاتريوم بيزيد، اوكي، ده معناه ان انا قللت الريفراكتوري بيريد. لما قلت ان الاي في كوندكشن بتقل، ده معناه ان انا زودت الريفراكتوري بيريد. طب وات اباوت ذا فنتريكولار سيستم؟ عنده دايركت انكريز في الكوندكتيفيتي في الفنتريكل ريزلتنج ان انكريز ان فنتريكولار كوندكتيفيتي وشورتنينج اوف فنتريكولار ريفراكتوري بيريد، وده اللي بيخلي الديجيتاليس يديني اني تايب اوف اريثميا. تمام، الايفكتس ديت هي اللي بتقول ان هو كل بيشنت وبخته ممكن يجي له اي تايب اوف اريثميا. طبعا انتوا لاحظتوا هنا ان مفيش اي افكت ثرو ذا فيجاس على الفنتريكلز، لان الفنتريكلز اصلا ملهاش فيجال سبلاي. تمام، طيب يبقى احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ قلنا ميكانيزم اوف اكشن في فيجل وفي دايركت، وابتدينا نقول الكاردياك اكشنز بوزيتيف اينو، بوزيتيف نيجاتيف كرونو، نيجاتيف درومو، افكت على الاكسايتابيلتي. الاكسايتابيلتي هتزيد. ليه الاكسايتابيلتي هتزيد؟ اذا كان في بارشال دي بولاريزيشن، الخليه بقت مور اكسايتابل، دي مساله واضحه زي الشمس. الاوتوماتيسيتي هتزيد في اللارج دوز سبيشالي في البركنجي فايبر. البركنجي فايبر اللي هي فين؟ فاكرين فين البركنجي فايبر دي؟ اللي هي دي. ده خبر، دي حاجه خطيره. دي البركنجي فايبر دي في الفنتريكل، دي تعمل لي فنتريكولار اريثميا. علشان كده ديجيتاليس توكسيستي ممكن يبقى معاها فنتريكولار اريثميا، لان هو بيعمل ايه؟ بيزود الاوتوماتيسيتي في اللارج دوز سبيشالي في البركنجي فايبرز. اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الفنتريكل، يقوم ممكن يعمل لي فنتريكولار اريثميا، ودي طبعا حاجه خطيره. طيب نيجي بقى على الاي سي جي. انا عارفه كويس قوي ومقدره ان انتوا الاي سي جي محتاجين اصلا تفهموا ده بيمشي ازاي. انا ما اعرفش انتوا خدتوه في الفيسيولوجي بالتفصيل ولا لا، لكن احنا هنعمل ايه؟ احنا هنقرا نقاط اللي مكتوبه على الاي سي جي، وبعدين انا حاولت الم لكم شويه ايمجز علشان تشوفوها تبقى ايه سهله انكم تفهموها. تمام، اوكي، تمام. اوكي، تمام. شكرا جدا، لان في حد نبهني ان انا مش فاتحه الشات، ده انا نسيت فعلا افتح الشات، فعشان كده انا سايبه التليفون، عشان كده انا سايبه. اوكي طيب، حالا هفتح الشات. This is my mistake. Sorry. كده تمام يا جماعه، الشات اتفتح. Sorry for this. If you have any questions, you can share them now. Okay. تحبوا استنى دقيقة كده لما تكتبوا لي أسئلتكم so far. Okay. اكتبوا لي الأسئلة. Okay. وأنا إيه؟ تمام. ماشي. يلا اكتبوا لي الأسئلة. لو في أي أسئلة سريعة دلوقتي علشان الدنيا ما تتراكمش، تبقى أنا متأكدة إنكم فاهمين. ايوه تمام. ستارلينج لو النورمال، ستارلينج لو ايه؟ ستارلينج لو دوت دلوقتي هقول لك على حاجه. شفت الاستك؟ طيب انت دلوقتي لو شديت الاستك حاجه بسيطه وسبته، ات ويل ريكويل، حاجه بسيطه. لو شديت الاستك شويه زياده، ات ويل ريكويل زياده. اوكي، مش في ناس كده تعمل في حد مقلب ان هي يعني ايه يعني تشد مثلا، ممكن تبقى معلق حاجه في استك وتشدها تقوم الحاجه دي ترجع تخبط في البني ادم ده. اوكي طيب، فده القلب بتاعنا بيحقق نفس الستارلينج لو دوت، ان انت لما بتعمل بريشر على الكاردياك ماسل، لما القلب بيحصل له فيلينج بيبقى فيه ستريتش، الستريتش ده بيبقى فيه ريكويل لما القلب بيضرب. كل ما انت بتستريتش اكتر شويه كل ما الريكويل بيبقى اقوى وبتبقى الضربه اقوى، بس الكلام ده within limits، لان انت لو مسكت الاستيك ده شديته لدرجه ان انت بوظت الالاستيك تيشو بتاعه مش هيريكويل، يبقى انت خرجته بره الليميتس بتاعته.
تمام، خرجت الاستك بره، ايه بره الليمتس بتاعته. فانت ده يعني يعني ايه كده، يعني انت كده طلعت بره الليمتس بتاع الستارلينجز لو. تمام، فانت ما بتعمل ايه، انت الديجيتاليس بقى لما بيفضي القلب وبيرجعه ويصغر من حجمه، فهو دخلني within the limits of the Starling's law، اللي هو كل ما استريتش شويه زياده كل ما الضربه تبقى اقوى within certain limits. إيه ستارلينج كده، واضح؟ ها تمام. طيب ديجيتاليس decreases both the end diastolic volume and the end systolic volume. اوكي طيب، so the stroke volume، ده سؤال في منتهى الذكاء اللي في الدنيا. اوكي، هيقلل الاند دايستوليك فوليوم والاند سيستوليك فوليوم، بس هيقلل اكتر الاند سيستوليك فوليوم. يعني احنا متاكدين ان الايجكشن فراكشن هيزيد، والدليل على كده ان انا هقلل الكاردياك سايز. ما هو انا ما دام قللت الكاردياك سايز يبقى انا ديفينتلي قللت الاند دايستوليك فوليوم، اوكي الكاردياك سايز، بس كمان within this end diastolic volume اللي هو قل، كمان الايجكشن فراكشن زاد، وبقى ايه، فكده فريلاتيفلي الاند سيستوليك فوليوم كمان قل. ما اعرفش برضو دي وضحت ولا لا. تمام، يعني مش لازم هما الاثنين يقلوا بنفس المقدار، الفرق بينهم هو الزياده في الستروك فوليوم. تمام، يعني ايه؟ يس، حلو قوي. تمام حلو، shall we go on؟ يس 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 يس، more decrease، more decrease في الانسيستوليك فوليوم كده. تمام ماشي الحال، shall we go on؟ اوكي طيب، digitalis increases atrial conduction. So لا 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 لا، انا I stressed dromo is the conduction in the conductive tissue not in the muscle. انا على فكره انا بستريس الموضوع ده، مهم جدا. الدرومو هو ال AV conduction. اوكي اوكي، يعني في الكوندكتيف تيشو مش في المصل. ماشي الحال اوكي تمام، انا كده اما بقول كوندكتيفيتي دي كوندكتيفيتي within the atrial muscle. ماشي يا جماعه كده، تمام واضح. يس 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 طيب اوكي تمام. يعني بص، هو ال يعني ايه ال definitely لما اقول dromotropic effect I mean ايه، ال conduction from the atrium to the ventricle. This is the dromotropic effect. اوكي يعني ايه، يعني دي هنشوفها بقى على ال ECG اللي هي بيسموها ال PR interval، من اول ال atrial depolarization لحد ما يبتدي ال ventricular depolarization. فهو الدروموتروبيك ايفكت هي الكوندكشن من الاتريا للفنتريكل، يعني تقدر بمعنى اصح تقولها ايه، اللي هي ثرو ذا اي في نوت تو ذا فنتريكل، دي الدروموتروبيك. تمام يس بليز اتفضل. آخر question، ها اي تفضل، ايه chemistry of digitalis تفضل. Steroid is responsible for dynamics. It is
responsible اوكي يس. يعني ايه؟ يعني يعني اللي انا عايزه اقوله ان هو دي responsible for kinetics and dynamics. يعني يعني جزء من سايت من هذا المولكيول هو اللي بيكومباين مع صوديوم بوتاسيوم ايه. تمام. بس هو ايه سوري يا جماعة، كان عندي بيت اوف ان انترنت بروبلم وحلتها. تمام، ماشي الحل. اوكي طيب let's go on. انا مش عارفة انتوا شايفين بقى السكرين، انا عايزة اشوف الريكوردينج اخباره ايه. تمام، الريكوردينج شغال والسكرين Is it shared؟ انتوا شايفين سكرين يا جماعة؟ ولا سكرين اختفت؟ محتاجين؟ No. طيب اوكي. كده تمام؟ كده تمام؟ طيب في أي مشاكل أخرى؟ تمام كله كده تمام؟ نكمل؟ حلو أوي. واضح يا جماعة، سكرين واضحة دلوقتي. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف موضوع. واضحة يا جماعة؟ اديني اي ستروك. ماشي اوكي. طيب معلش، دول كانوا اتنين، فا is it a yes or a no؟ yes. واضحة؟ اوكي تمام. طيب على الاي سي جي بقى، تمام على الاي سي جي، على الاي سي جي مفروض ان هو بيعمل الاي سي جي ده طبعا اللي هو رسم القلب، هيبين لي رسم القلب برادي البراديكارديا ديت. انا اي ام الارمد لو كانت اقل من 60 بيتس بير مينت، هيعمل برولونجيشن لحاجه اسمها البي ار انترفال. ولو كانت اكتر من 0.25 سكندز هيبقى بسمي ده هارت بلوك، وهوريكم الكلام ده ان شاء الله. و this is a form of دي من ساينز اوف توكسيسيتي. الكي ار اس حي حي هيزيد، سوري هيقل، وده هيتبعه ان الكيو تي انترفال اللينكس بتاعتها هتقل، وهيبقى في ديبريشن اوف اس تي سيجمنت وابنورماليتي اوف ذا تي ويف، وممكن الاقي اريثميا. طيب ايه بقى الكلام دوت؟ الحاجه عشان نخلص من الرسمه اللي قدامنا دي ما نرجع لهاش تاني. الرسمه دي بتبين لنا اول حاجه ان احنا بنعرف الريت على الاي سي جي بعدد المربعات. تمام، يعني الخمس مربعات
الصغيرين ب 0.2 of a second. كل مربع صغير خالص، كل مربع صغير خالص ب 0.04 of a second. يبقى انا اقدر بنظرة سريعة جدا اعرف السيجمنت من الاي سي جي ده طال ولا قصر. طيب انا عندي حاجة اسمها البي ويف. البي ويف ديت stands for atrial K depolarization. وبعدين بداية الكيو ار اس ده هو بداية الventricular depolarization. فمن اول بداية البي لحد بداية الكيو ار اس دي اسمها البي ار انترفال. اوكي، البي ار انترفال، اوكي، او لحد الار. بي ار انترفال دي بتدلني على ايه؟ بتدلني على الكوندكتيفيتي في من اول ما ابتدت الاكشن بوتنشال لحد لما وصلت للفنتريكل. فدي بتديني فكره عن الاتريو فنتريكولر كوندكشن. تمام، بعد كده الكيو ار اس دوت الفنتريكولر دي بولاريزيشن، والريبولاريزيشن بتاعته بيبقى في صوره التي ويف. يبقى this T wave this is ventricular repolarization. تمام، طيب الرسمة دي موضحة لنا ده كويس قوي قوي قوي، بتورينا ان الاكشن بوتنشال بيختلف في كل حتة في القلب. يعني كل حتة في القلب ليها اكشن بوتنشال مختلف. لو انا دلوقتي مشيت كده عندي ال PD coincides with the A with atrial depolarization زي ما انتم شايفين. وبعدين انا هنا لما بيبقى عندي depolarization of the ventricle، اوكي، دي بتبقى ايه؟ دي بتبقى ماشية مع ال R. اوكي، فبتبقى ال PR interval، اوكي، هي ايه؟ هي اللي بتدلني على ال conduction ما بين ال atrium وال ventricle. اوكي، طيب وقلنا QRS وال T ديت زي ما انتم شايفين ال T wave دي ماشية مع ال ventricular repolarization. يبقى انا عرفت كل حاجه بتدلني على ايه. So PR interval is a measure of conduction time from atrium to the ventricle. QRS duration indicates the time required for all of the ventricular cells to be activated. Intraventricular conduction ده اللي هو ال QRS. وال QT interval من اول ال Q لحد ال T reflects the duration of ventricular action potential كله على بعضه. يعني QAT interval دي ال ventricular action potential كله على بعضه، لان انتوا بعد كده هتبقى all through الفارماكولوجي هتاخدوا ادويه هيقول لك prolongs the QT interval. يعني ايه prolongs the duration of the ventricular action potential. طيب زي ما اتفقنا ال digitalis can virtually cause any form of arrhythmia. تمام، لكن في characteristic changes بتبان على الاي سي جي. يعني هو ليه كاركترستيك تشينجز دي اللي احنا حكيناها، لكن في المحصله اي نوع من انواع الاريثميا ممكن يحصل للبيشنت اللي بياخد ديجيتالز. اوكي، الكلاسيك اريثمياز ار اسوشيتد اللي هم ايه بقى؟ الحاجات اللي ايه اللي معاها سلو فنتريكولار ريت. اني واي هنشوف التشينجز اللي قلنا عليها. التشينجز اللي قلنا عليها اول حاجه ان عندي برادي كارديا. تمام، لو ده نورمال اي سي جي شايفينه قدامكم كده، ذس از نو، يعني ده اكستراكت من النورمال اي سي جي. وشفت انت يعني ايه كل الكومبوننتس دي واخده كام، واخده كام ايه؟ يعني انت ممكن تشوف المسافات ما بين الكيو ار اس. للاسف النورمال اي سي جي ده انا جايبه كيو ار اس واحد بس، لكن اللي انا عايزه اقوله لك ان بص هنا المسافه ما بين الكيو ار اس والتاني عامله ازاي. دي يعتبر مسافه طويله جدا. This is ايه؟ This is bradycardia. يبقى دي قصه ايه؟ دي البرادي. تمام، طب نيجي للبي ار انترفال. شوفوا البي ار انترفال في النورمال اي سي جي قد ايه هنا. طيب وعلى بقى بص لي على البي ار انترفال. لو ان دي هنا المفروض للاسف ان هنا البي مش باينه، اوكي، بس let's مثلا take this one. شوف هنا من اول البي لحد الكيو ار اس، this is a long PR interval. ولو ان ده diagrammatic انا لسه هوريكم حاجات تانية. يبقى في ايه؟ يبقى في bradycardia وفي prolongation of the PR interval وفي shortening of the الكيو ار اس والكيو تي. دي يمكن ما هياش باينه قوي، بس لو انت حبيت تحسب هنا المسافه دي، اوكي، اللي هي الكيو تي وتشوف الكيو تي هنا، احتمال تلاقيها شورتند سنه، بس في الاكزامبل ده مش باينه قوي.
زي ما انتم شايفين في depression of the ST segment و sagging اوكي، وفي abnormality of the T، والT ديت ممكن ساعات تبقى inverted اوكي، T نفسها ايه تبقى inverted. يبقى دي example من ايه، من الabnormalities اللي بتبان مع الديجيتاليس. ده بيورينا حاجة تانية، ده بيوريك بيقول لك this is a normal اوكي، this is a normal beat تمام، اللي هي دي اوكي، دي نورمال. طيب دي بقى شكلها بص غريب ازاي، والكيو ار اس بتاعها دي بقى دي paroxysmal ventricular beat، تلاقيها مقلوبه لان دي polarization جاي من الventricle. طبعا ده مش درس اي سي جي يا جماعه، الموضوع بس عشان تبقوا متخيلين، ولسه كمان المفروض هتاخدوا حصه اريثميا تمام، لكن ايه حاجة، في حد بيسأل حاجة؟ الصوت، الصوت كده أخباره إيه؟ أنا ما عملتش أي حاجة في الصوت. ها كده ماشي الحال ولا لسه مش موجود؟ الصوت، الصوت تمام حاضر. طيب يبقى احنا كده ايه اتكلمنا عن، تعالوا بقى نراجع الكلام اللي مكتوب في الاي سي جي، براديكارديا اوكي، ولونج بي ار انترفال دي شفناها، وشورتند كيو ار اس وكيو تي، وديبريست اس تي سيجمنت، وابنورمال تي ويف دي كلها شفنا لهم صور، وفي الاريثميا باي جيمينس وتراي جيمينس، الباي ها في حد قال حاجة؟ أي حاجة؟ أوكي في أي مشاكل؟ ماشي طيب أوكي، يبقى كده اتكلمنا عن الهارت، قلنا 6 حاجات، قلنا إن في بوزيتيف إينو، نيجاتيف كرونو، نيجاتيف درومو، وقلنا في انكريز في الاكسايتابيلتي، وانكريز في الاوتوماتيستي سبيشالي وبركنجي فايبرز، وقلنا في اي سي جي تشينجز وشرحناها. كده هنمسك بقيه الكارديو فاسكولار سيركيوليشن، كاردياك اوتبوت، مفرقين ما بين الهارت فيلير والنورمال، مهم قوي. حصل ان احنا قلنا قبل كده لما جينا نتكلم عن الاي سي اي انهبيتورز، لو تشوفوا الاي سي اي انهبيتورز في درس الهايبرتنشن نو تشينج ان ذا كارد ريت، نو تشينج ان ذا كاردياك اوتبوت. لو قال لك الاي سي انهبيتورز في درس الهارت فيلير قال لك بيزود الكاردياك اوتبوت، ده اللي هو كان قال اصلا يبقى بينورمالايز او بياخده توردز نورمال. نفس القصه اتقالت لك في الدايركت فازو دايليتر الهيدراليزين، اللي قال لك ايه؟ اللي قال لك ان هو بيزود الكاردياك اوتبوت في البيشنتس اللي عندهم هارت فيلير. ده عن طريق ايه؟ ده عن طريق ان هو بيزود الافشنسي بتاعت القلب. ليه؟ لما بيقلل اللود اللي عليه يقوم اللود اللي على القلب يقل، يقوم القلب يقدر يضرب احسن، يقوم ده يبان في صوره ريليتيف انكريز في الكارديك اوتبوت اللي هو كان اصلا ديكريز. نفس القصه هنا، ايت هارت فيلير ذا كارديك اوتبوت از انكريز ديو تو بيتر امتينج اوكي، وبيتر فيلينج، وكونتراكتيفيتي اوف ذا هارت بتزيد. ده اللي احنا قلنا عليه ان هو ايه، هيزود الستروك فوليوم اوكي، وهيزود الايجكشن فراكشن، يقوم ايه، يقوم يعمل بيتر امتينج ويزود الكارديك اوتبوت. بينما في النورمال نو افكت، ات مي ايفن ديكريز. ليه؟ لان هو ليه نيجاتيف ايه، نيجاتيف كرونوتروبيك ودروموتروبيك افكت، يعني ممكن يقلل الهارت ريت اوكي. فلما يقلل الهارت ريت يقوم تكون النتيجه ايه، تكون النتيجه ان هو ممكن يقل الكارديك اوتبوت. يبقى امتى بيزيد الكارديك اوتبوت؟ بيزيد في الهارت فيلير اللي هو ايه، اللي هو ده اللي هو يهمني. الارتيريال بلاد بريشر برضه هنفرق ما بين الهارت فيلير والنورمال. في الهارت فيلير there will be normalization of the blood pressure اوكي تمام، يبقى المريض كده هيبقى عنده اوكي normalization of the blood pressure،
اوكي المريض ده كان اصلا عنده سيستوليك ريلاتيفلي قليل، اوكي فالسيستوليك دلوقتي هيزيد شويه، اوكي انلس طبعا المريض ده هايبرتنسيف اصلا. انا بتكلم عن مريض هارت فيلير ما عندوش هايبرتنشن، والمريض دوت كان عنده من كتر الكومبنساتوري ميكانيزمز والفازو كونستريكشن الدايستوليك كان زايد شويه، فكده هيبقى في نورماليزيشن للبلاد بريشر. اما في النورمال بيبل فذير ويل بي نو ايفكت. اوكي ات ماي لارج دوز ماي انديوس هايبرتنشن دي توكسيك ايفكت على الفازو موتور سنتر وتوكسيك دايركت فازو كونستريكشن، بس ده بنشوفه فقط في التوكسيك دوزز. الفينس بريشر قطعا ذا فينس بريشر ويل ديكريز، ليه؟ لان هيبقى في ريليف اوف سيستميك كونجشن وريليف اوف بالمونري كونجشن عن طريق ايه؟ عن طريق زياده الايجكشن فراكشن، وعن طريق ان هو ايه القلب بيقدر دلوقتي يقبل مور فينس ريتيرن، والقلب بيقدر دلوقتي يقبل مور بلاد فروم ذا لانجز، يبقى يقلل السيستميك والبالمونري كونجشن. بالنسبه للكورونري سيركيليشن ذير از نو ايفكت، بس ممكن يعمل توكسيك ان ذا توكسيك دوز، يعمل دايركت فازو كونستريكشن از ا توكسيك ايفكت. احنا اتفقنا ان في ايفكتس على اذر اورجنز على الكيدني. الكيدني بتستفيد جدا، تستفيد ليه؟ علشان الكارديك اوتبوت نورمالايزد. اول ما الكارديك اوتبوت هاي نورمالايز ات ويل انكريز ذا جلوميرولار فلتريشن ريت، يقوم يزود اليورين فورميشن. هنا لو تفتكروا كان في عندنا في الدايوريتكس، كان في دايوريتكس بتشتغل رينال ودايوريتكس بتشتغل اكسترا رينال، والاكسترا رينال دايوريتكس دي كانت معظمها حاجات بتزود كارديك اوتبوت، بتزود الرينال بلاد فلو. دي من ضمنها ايه؟ من ضمنها ديجيتاليس، عن طريق تزويد الكارديك اوتبوت يزيد الرينال بلاد فلو، تقوم تزيد اليورين فورميشن، فيبقى له ايه اندايركتلي يبقى فيه. وعلى فكره هو من الساينز اوف هارت فيلير ان لو كارديك اوتبوت بيبقى معاه decrease during formation، فده part of normalizing the pathophysiology of the heart failure. هيقل الرنين، هيقل الانجيوتنسين، هيقل الالدوستيرون، هيقل السولت اند ووتر ريتنشن، اوكي يعني الرينال بلاد فلو هيزيد، وكيدني هتعمل دايوريسيس، والسولت اند ووتر ريتنشن والاديما هتقل، نتيجه لان انا مش محتاجه دلوقتي الكومبنساتوري ميكانيزمز اللي انا كنت عاملاها. على الجي اي تي معروف الديجيتاليس انه ممكن يعمل نوزيان فوميتنج ديو تو لوكال اريتيشن او ديو تو توكسيسيتي، يعني التوكسيسيتي بتاعته تجيب ايه؟ تجيب ستيميوليشن سنترال لكيمو ريسبتور تريجر زون، اوكي اللي في البرين ده بيحصل اثناء التوكسيسيتي. يبقى النوزيو فوميتنج دي ممكن تبقى ان ايرلي ساين ديو تو لوكال اريتيشن، وممكن تبقى ساين مش كويسه ان في توكسيسيتي. السي ان اس، طيب انا دلوقتي لو شكه، انا دايما ان انا لو شكه انا اغلب الظن السيء، يعني انا دايما حاطه ايدي على قلبي ده البيشنت ده يكون داخل في ديجيتاليس توكسيسيتي، تمام. اوكي طيب على سي ان اس، على سي ان اس عندي ستيميوليشن للفيجل سنتر، واحنا عارفين ان ليه فيجل ايفكت، لكن كمان ممكن يستيميوليت الفازو موتور سنتر والسي تي زد مينلي لو في توكسيسيتي. في التوكسيك دوز ممكن يعمل كونفيوجن وهالوسينيشن، واحنا اتفقنا ان هو ممكن يبقى له سي ان اس اكشن، ودي تبقى ساينز اوف توكسيسيتي، وسبيشلي الهالوسينيشنز بتبقى ان ذا فورم اوف يلو جرين فيجنز، الشخص بيريبورت انه شايف الوان خضراء او صفراء بيسموها كروماتوبسيا، اوكي فدي بتبقى سام سورت اوف هالوسينيشن، وممكن يجي له كونفيوجن يعني يبقى متلخبط او يشوف حاجات مش موجوده. على الاندوكراينال سيستم ممكن يعمل جاينيكوماستيا ان ذا ميل، ليه؟ علشان الايه بنفكركم بانه ليه ستيرويد نيوكليس، اوكي ستيرويد نيوكليس، اوكي يقوم ايه ده اللي بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمل لي السايد افكتس ديت. تمام، ده بيرجعنا للسؤال اللي انتوا سالتوه عن الكيمستري. انا عايزه ارجع للحته دي علشان انا حسيت دلوقتي فعلا ان هي ما كانتش واضحه. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان اللي ريسبونسبل النون شوجر بارت الستيرويد از اكتف ريسبونسبل فور ذا داينامكس اند ذا اكشنز، اوكي والشوجر الجلايكون بارت از ان اكتف اند ريسبونسبل فور ذا كاينتكس، تمام. اوكي يبقى الشوجر بارت از ريسبونسبل فور ايه؟ از ريسبونسبل فور ذا كاينتكس،
والاي جلايكون النون شوجر بارت، اوكي هي دي الاكتف بارت اللي ريسبونسبل فور ايه، فور ذا الداينامكس. تمام اوكي. ايه ثيرابيوتيك يوزز بقى؟ في حد هيقول لي الثيرابيوتيك يوز اوف ديجيتاليس ما هي واضحه زي الشمس، احنا ما سمعناش عنه في حاجه تانية غير في الهارت فيلير. الحقيقه ان حتى الديجيتاليس فور ذا ديجيتاليس كان زمان استعماله الاساسي في الهارت فيلير. هتستغرب لو اقول لك دلوقتي ان استعماله الاساسي في الاتريال فايبريليشن اللي هتيجي نمره 2 من الثيرابيوتيك يوزز. طبعا استعماله في الهارت فيلير this is a matter of fact. It's indicated امتى بقى؟ لما البيشنت يبقى عنده reduced ejection fraction. اوكي طيب انا عايزه اقول افسر هنا شويه ويا رب ما اكونش هلخبط الناس. اوكي مش كل انواع الهارت فيلير معاها reduced ejection fraction، بمعنى ان في اولا عندي حاجه اسمها high cardiac output failure، ثانيا عندي حاجه اسمها diastolic dysfunction ان القلب ده يبقى very hypertrophied ومش قادر يملى عدل. لما يبقى مش قادر يملى عدل اوكي مش بالضروره انه يبقى عنده ايه، انه يبقى عنده systolic dysfunction، ده عنده diastolic dysfunction. القلب اللي مش بيملى عدل ده ومشكلته انه مش عارف يملى عدل لان المصل دي بقت very stiff وhypertrophied، ده ما بيستفدش من الديجيتاليس. يبقى مين اللي بيستفيد من الديجيتاليس؟ اللي عنده سيستوليك ديسفانكشن وعنده ريديوز ايجكشن فراكشن. اوكي ويكون جربنا معاه الاوبتيمم هارت فيلير فارماكوثيرابي، ادينا له اي سي انهبيتور، ادينا له حاجات تشتغل على الفازو دايلاتيشن، ادينا له الحاجات اللي هي نون انوتروبيك كلها وما زال سيمتوماتيك. يبقى ايه شروطه انه هياخد ديجيتاليس؟ اول حاجه ان يبقى عنده سيستوليك ديسفانكشن وريديوس ايجكشن فراكشن، ده اول شرط. تاني شرط ان انا اكون جربت معاه الحاجات اللي هي نون انوتروبيك، ما ينفعش ساعتها ممكن ابدا بالديجيتاليس. لازم اخلي بالي ان انا هبتدي بلو دوز لان اللو سيرم كونسنتريشن بتاعت الديجيتاليس ممكن هي اصلا تبقى بينيفيشال من غير ما تبقى انوتروبيك ثرو انهبيتنج سيمباثيتك اكتيفيشن. والكلام ده كلام جديد اوكي ومش متاكدين بالظبط الميكانيزم بتاعه، النيورو هرمونال انهبيشن بتاع السيمباثيتك ده بيحصل ازاي بالظبط ما احناش متاكدين. يبقى اذا انا عندي ثلاث محاذير هنا، اول حاجه ان البيشنت هيبقى ايه سيستوليك ديسفانكشن وريديوس ايجكشن فراكشن، ثاني حاجه ان انا استعملت له الحاجات النون انوتروبيك اللي احنا ليستد دم قبل كده، ثالث حاجه ان انا هبتدي بجرعات قليله لان انا زي ما قلت لك ولسه هقول لك ثاني اتس ا دراج وذ نارو ثيرابيوتيك اندكس او نارو ثيرابيوتيك مارجن او لو ثيرابيوتيك اندكس. نيجي بقى للاستخدام الاساسي والمهم جدا اتريال فايبريليشن. اوكي في سؤال ممكن اخده بس انا ايه محتاج امشي فاست شويه علشان مش عايزين يا جماعة. لحظة واحدة استنوا عليا لحظة أنا سوري يا جماعة something came up. انتوا معايا؟ اوكي طيب يبقى موضوع نيورو هرمونال ده موضوع ايه؟ الفكرة كلها ان احنا لقينا ان اللو دوزز من غير ما تبقى انوتروبيك ات انهيبت سيمباثيتك اكتيفيشن وحتى وليها مينيمال ايفكت اون كونتراكتيليتي، لكن احنا ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه نيورو هرمونال انهيبيشن. اوكي لان هو اما قلل السيمباثيتك عمل ايفكت على الرينال الدوسترون سيستم از ويل عن طريق انهبيشن اوف سيمباثيتك،
فالنيورو هرمونال ميكانيزم ده احنا مش عارفين بيحصل ازاي بالظبط. ده بمنتهى الايه؟ بمنتهى البساطة والاختصار. تمام. عندي بقى الاتريال فايبريليشن، ده اهم استخدام اكتشوريك ديجيتاليس. طب انا ليه اديه في اتريال فايبريليشن ويعني ايه اتريال فايبريليشن؟ اتريال فايبريليشن يعني كده، ركز في الرسمة دي، ركز في دي. حضرتك شايف اي بي؟ مفيش بي. وحضرتك شايف ايه؟ اتس فيري irregular. اللي بيحصل ان الاتريوم ده بقى تعبان جدا، بقى ستريتشد جدا، بقى فيه مشكله، اوكي، لدرجه ان الاتريوم بطل يضرب. في سؤال؟ مفيش صوره. طب معلش مش عارفه ليه الصوره. اوكي. تمام. معرفش ليه الصورة راحت. طيب كده باينة؟ ركز معايا بقى فين؟ في الجزء اللي تحت ده. الجزء اللي تحت ده، ده ريجولر ولا ايه ريجولر؟ ده كومبليتلي ايه ريجولر. في بيز ولا مفيش؟ مفيش بي. مفيش بي. فين البي؟ ده فلات لاين. الفكرة ان الاتريوم ده تعب جدا لدرجة ان هو الاتريوم ده بقى يحصل فيه الكتريكال امبلسز من كل خلية فيه تقريبا without any synchronization، فبيترعش، ما بيضربش، ما فيهوش سيستول بروبر، ما فيش coordinated contraction، فبنسميه الارتجاف الاذيني اتريال فايبريليشن. الاتريوم ده بقى زي الليتو، ما بقاش. طب الدم ماشي ازاي؟ ماشي باي افكت اوف جرافيتي من الاتريوم للفنتريكل. مش مهم خالص. الاتريوم ده اصلا مسؤول عن برسنتج بسيط، يمكن 30% ولا حاجه من ضربته، ما هياش مهمه بالنسبه لي، انا ممكن اعيش من غير ضربته. المشكله في الالكتريكال امبلسز ديت اللي هي انا مش عايزاها ابدا توصل الفنتريكل. يعني انا دلوقتي الالكتريكال امبلسز دي لو وصلت الفنتريكل اللي ايه الريجولر ديت، واللي كل واحده جايه في مكان او جايه في ريت في ميعاد غير الثانيه وفيري رابيد، اوكي، دي ممكن تضيع لي الفنتريك لو وصلت الفنتريك. بقى انا دلوقتي بقى حلي ان انا ارحب بالاتريوم، مش عايزه الاتريوم، اوكي، اقوم اعمل ايه؟ استعمل حاجه تستعمل ايفي تديلي الايفي كوندكشن. انا مش عايزه كوندكشن من الاتريوم ده خلاص، او ان انا ما اخدش كل الامبلسز اللي الاتريوم بيعملها، ما اعملش كومبليت بلوك. لا، انا خايف ان الاتريال ريت يبقى سريع قوي بالديستربنس اللي فيه دي، يقوم يعمل لي فيتريكولار ريت سريع جدا، يقوم الفنتريكل في الاخر يبقى كمان فايبريليتنج، او الفيتريكل في الاخر يبقى سريع قوي، ما يبقاش فيه افشنسي للضربه بتاعتي. So it is indicated in atrial fibrillation سواء alone او مع هارت فيلير. يعني سواء الاتريال فايبريليشن ده معاه او معهوش هارت فيلير، it will worsen the atrium. يمكن ده الابليكيشن بتاع it increases atrial conductivity. It increases atrial conductivity to worsen the atrium. مش مهم الاتريوم، المهم ان هو هيعمل delay في AV conduction by both direct and vagal effect, so it will protect the ventricle. الventricles بقى بعد ما كانت مش ملاحقه على الامبلسز اللي جايه لها very irregular من الاتريوم، هتبقى slower، هتبقى more regular، وهتبقى مور efficient، لانها اما تبقى سلوور هتملى وتفضي كويس. and it will eliminate pulse deficit. ايه البالس ديفيسيت ده؟ لو انا بصيت للمنظر ده، تمام، الضربات الريجولر دي، الحاجات اللي جايه ورا بعضها خالص دي، الفنتريكل مش هيلحق فيها يضرب عدل بان هو يديني كميه دم كافيه تعمل لي جود بالس في ايدي. انت بتقيس البلس فين؟ بتقيس البلس في الايد. تقيس البلس في الايد تلاقي عدد ضربات قليل، تقيس البلس على الايبكس اوف ذا هارت تلاقي عدد ضربات اكتر. ليه؟ لان الفنتريكل بيضرب بريت الى حد ما سريع، بس بعض الضربات بتاعته ضعيفه جدا، فما بتوصلش للبلس بتاع الايد، بيسموا ده بلس ديفيسيت. يبقى ايه؟ يبقى تاني in atrial fibrillation اول حاجه whether or not معاه heart failure، حتى لو ما فيش heart failure ممكن عندي digitalis. The atrium will be worsened عشان هيزيد ال atrial conductivity. مش مهم الاتريوم، المهم ان انا اقلل ال AV conduction. عشان ايه اقلل ال AV conduction؟ هقلله لان في direct vagal effect، اقوم ابروتكت ال ventricle.
في النهاية يبقى عندي إيه؟ يبقى عندي أربعة: slower ventricle, more efficient ventricle, more regular ventricle, elimination of pulse deficit, وهي الفرق ما بين الأبيكال والراديال. في الراديال يعني إيه؟ بالس. الفرق بينهم دي بتبقى أكتر، الأبيكال بتبقى أكتر، بتبقى مور، ودي بتبقى أقل، لأن بعض الضربات ضعيفة جدا ما توصلش لحد البالس اللي أنا بقيسها في إيدي. تمام، إيه تاني؟ الإتريال فلاتر. بصوا لي بقى على الإي سي جي ده، هنا في بيز، شفتوا كمية البيز؟ كل 3 بي معاها كيو ار اس، كل 3 بي معاها كيو ار اس، كل 3 بي معاها كيو ار اس. الاتريوم هنا على فكره ريجولر، بس بيضرب بسرعه قوي 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 قوي. شوفوا ريجولر ازاي، ده اسمه اتريال فلاتر. الاتريال فلاتر اللي هو سريع قوي ده الافي نود لو تلاحظ مش لاحقه توصل كل ده، بتوصل واحد، يعني الثلاثه بتوصل منهم واحد، 3 لواحد، بتوصل 3 لواحد، ده حلو. تخيل بقى لو الايفي كوندكشن اسرع، الفنتريكل هتبيت بالسرعه دي، دي هتبقى برضو مش افيشنت وهتبقى حاجه خطيره جدا. يبقى نفس الفكره بالظبط، ديجيتاليس ممكن يورسن الاتريوم even converting flutter to fibrillation، مش مهم، لكن المهم ان انا هديلي ايفي كوندكشن، ابروتكت الفنتريكل، سلو فنتريكل، وامبروفنج الكارديك فانكشن. بعد ما اعمل القصه دي وكنترول الفنتريكولار ريت سريعا، ممكن استوب ديجيتاليس واشوف ايه اللي هيحصل. ساعات لما انا اوقف الديجيتاليس يرجع ساينس، يعني يرجع ساينس، يرجع نورمال، وممكن يكمل فايبريليشن وممكن يرجع فلاتر. لو رجع ساينس كان بها جميل، لو كمل فايبريليشن او فلاتر في الحاله دي ادي دواء اسمه كينيدين. كينيدين ده هناخده في الاريثميا، مش هنتكلم عنه هنا، ده بيبقى اسمه ميديكال كارديوفيرجن. يعني ايه كارديوفيرجن؟ يعني تحويله لساينس عن طريق ميديكال تريتمنت. ليه؟ انا ما اقدرش ادي كينيدين لوحده قبل ما اعمل القصه دي، لان كينيدين نفسه هيزود الاي في كوندكشن وممكن يسوق الفنتريكلز. تمام؟ ماشي. يبقى انا ايه؟ يبقى دلوقتي انا فهمت، بدي الديجيتاليس في الهارت فيلير، وقلنا عنه ثلاث نقط: اول نقطه ان يكون سيستوليك، يكون عنده لو ايجكشن فراكشن، تاني نقطه ان يكون جربت معاه الحاجات التانيه، ثالث نقطه ان انا ادي سمول دوز، لان ساعات سمول دوز بتنفع حتى لو مش انوتروبيك عن طريق انهبيشن اوف سيمباثيتك اكتيفيتي. نمره اثنين، بديه في الايه؟ في الاتريال فايبريليشن، ات ماي ورسن ذا اتريوم، بس انا اي ونت تو ديلي ايفي كوندكشن تو بروتكت ذا فنتريكل، هقلل الفنتريكولار ريت، هخليه سلوور، مور ريجولار، مور افيشنت، واليمينيت بالس ديفيسيت. ممكن اديه في الاتريال فلاتر، طيب هو ممكن يحول الفلاتر لفايبريليشن، بس ولا يهمني خالص. I want to slow AV conduction, I want to protect the ventricles, I want to improve the efficiency of cardiac function. ممكن تكون النتيجة إن أنا أوقفه بعد شوية يقوم يتحول لساينس لوحده، أو يفضل فلاتر أو يفضل فايبريليشن. أوكي؟ فلو فضل فلاتر أو فايبريليشن ممكن أحاول ميديكال كارديوفيرجن بكينيدين اللي هناخده في الأريتميا. طيب البريباريشنز بقى انا هديه ازاي؟ هنا كلام في منتهى الاهميه. الديجيتاليس ده، اسمع مني بقى الكلمتين دول عشان احنا هنسمعهم قبل ما نقراهم كالعاده. الديجيتاليس ده او الديجوكسن ده، فاكر التي هاف بتاعه قد ايه؟ يوم ونص. انت القاعده قالت لك ايه؟ الدواء ده كان فيرست اوردر ولا زيرو اوردر؟ ما دام اداك كونستنت هاف يبقى الدواء ده فيرست اوردر. مادام فيرست اوردر كاينتكس يبقى انا عايزه اوصل الدواء ده لستدي ستيت. تمام، انا على طول عايزه اوصل الدواء لستدي ستيت كونسنتريشن، يعني انا عايزه اوصل للمرحله دي، يطلع وينزل كده، وده الثيرابيوتيك ليفل بتاعه. انا عايزه اوصل للمرحله دي. المرحله دي انا هوصل لها بعد كام تي هاف؟ بعد 4 ل 5 تي هاف. عارف سعادتك ده معناه ايه؟ ده معناه نتيجة اللونج هاف لايف ده إن سعادتك هتوصل للمرحلة دي بعد أسبوع. أنت بقى والسيتويشن، لو البيشنت حالته يعني البيشنت حالته مستحملة يستنى أسبوع، إدي نون لودنج ميثود. You start by the maintenance dose.
and you reach the steady state concentration okay بعد 4 ل 5 تي هافز اللي هم يوم ونص في 4 يعني تقريبا 1 ويك. وقد تطول المدة دي في الإلدرلي. ليه؟ لأن في الإلدرلي التي هاف از لونجر. كويس كده؟ يبقى تاني الدواء ده التي هاف بتاعه طويل جدا. طب ما دام الدواء التي هاف بتاعه طويل جدا وماشي فيرست اوردر، يبقى مسير اوصل للستادي ستيت، هوصل لها بعد 4 ل 5 تي هاف. 4 ل 5 تي هاف دول يعني اسبوع. اسال نفسي لو البيشنت مستحمل يستنى اسبوع هبدا نون لودنج ميثود، تمام، واستنى الاسبوع لان حالته مش سيئه. لو البيشنت حالته ما تستحملش، وده في معظم الاحوال اللي بيحصل، لازم اعمل حاجه اسمها لودنج. اللودنج بسميه ديجيتاليزيشن، يعني عبي البيشنت ده ديجيتالز علشان اوصل لتارجت كونسنتريشن سريع عقبال ما يريتش ستيدي ستيت. يعني ادي لودنج وابتدي بعديها مينتننس، اوكي، ادي لودنج وابتدي بعديها مينتننس، يقوم اللودنج ده يغطي لي الفتره دي. اوكي، الديجيتاليزيشن دي يا اما تبقى اي في يا اما تبقى اورال، وغالبا بنقسم الجرعه. بس خلي بالك اوعى تعمل لودنج لبيشنت كان عنده previous history of digitalization within 2 weeks. يعني لو كان عامل لودنج في اخر اسبوعين ما بتعملوش لودنج تاني. دي نمره واحد. اوعى تعمل لودنج في بيشنت عنده هايبوكاليميا. ليه؟ لان اتفقنا الديجيتاليز از ا كومبيتيتيف انتاجونست اوف بوتاسيوم، والعكس صحيح. فلو البيشنت ده عنده هايبوكاليميا هيبقى لايبل فور ديجيتاليز توكسيسيتي. وتقلل جرعه اللودنج ده لو الشخص ده إلدرلي. ليه؟ لان هتبقى الكلى بتاعته تعبانه، واحنا اتفقنا هو اكسكريتد ان ذا يورين. تاني، انا عايزه ادي ديجيتاليز دلوقتي، الدواء ده ليه تي هاف طويل جدا وفوليوم اوف ديستريبيوشن كبير جدا، انا عايزه اوصل ستادي ستيت. بالطبيعي كده لو انا بدات النهارده بريجولر مينتننس دوزنج هوصل لستادي ستيت بعد اسبوع. البيشنت مستحمل ولا مش مستحمل؟ لو البيشنت مستحمل هستعمل نون لودنج ميثود. في النون لودنج ميثود هوصل لستادي ستيت بعد اسبوع، وممكن اوصل لها اطول بعد فتره اطول لو البيشنت كبير في السن والرينال فانكشن مش مظبوطه. طيب اعمل ايه لو انا مش قادره استنى؟ اعمل لودنج. اللودنج ممكن يبقى اورال او يبقى اي في، وبحسب الجرعه بناء عن اللودنج دوز. لو تفتكروا من الكاينتكس بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن التارجت كونسنتريشن مضروبه في الفي دي، الفوليوم اوف ديستريبيوشن. احسب اللودنج دوز واقسمها كل 6 ساعات. بس عمري ما اعمل كده ابدا لو انا عملت لودنج من اقل من اسبوعين، او لو البيشنت ده كبير في السن، او الكلى تعبانه، او عنده هايبوكاليميا. مينتننس دوز، طب انا اديت اللودنج خلاص ماشي، هدي اورال سمول دوز ديلي بعد الانيشيال ديجيتاليزيشن، اوكي، ده الفانكشن ايه؟ تو ريبليس الديجوكسين او اي ويتش از اليمينيتد. عشان كده اهم شيء في المينتننس دوز هو كليرنس. يعني احنا بقى عشان نحسب المينتننس دوز بنضرب الاستادي ستيت كونسنتريشن في الكليرنس، لان الكليرنس ده هو اللي بيقول لي الاماونت اليمينيتد، اوكي، او الفوليوم من البلازما اللي كليرد في يونت تايم. دي لو كنت تفتكروا كانت دي المعادله، مش عليكم طبعا في الكارديو فاسكولار، بس انا ايه الناس اللي فاكره كاينتكس. If the cause of heart failure is not corrected, okay, lifelong use of digoxin. يعني لو ال patient دوت ما هواش heart failure مثلا due to valve مثلا lesion، وانا صلحت ال valve وعملت له عملية، او ال patient ده مثلا ما تحسنش السبب بتاع ال heart failure، لا خلاص ال heart failure ده ليه اسباب انا مش قادرة اصلحها، يبقى هكمل الديجيتوكسين او الديجيتاليس فور لايف، سوري الديجوكسين فور لايف. And I'm going to readjust the maintenance after 4 to 5 تي هافز. ما دي بتاع المينتننس، اوكي، هبتدي بقى بالمينتننس، بس بعد 4 ل 5 تي هافز هتكون الستيدي ستيت بتاعتي انا وصلت لها. ابتدي اشوف بقى هي الستيدي ستيت الصحيحه اللي انا كنت عايزه اوصل لها، ولا البيشنت دوت في حاجه فاريشن محتاجه اراجع الجرعه. وخلي بالك ان انت to look for signs of improvement. انا لو البيشنت ده ريسبوندنج هشوف كلينيكالي في ساينز اوف امبروفمنت، اللي هي ايه بقى؟ الهارت ريت هيبتدي يقل،
الهارت سايز هيبتدي يقل. طب اشوفه ازاي ده؟ اعمل اكس راي، تشيست اكس راي، اعمل ايكو، ايكو كارديوجرافي، الترا ساوند، وشوف الكاردياك سايز. العيان الديسنيا اتحسنت. ايه الديسنيا؟ كرشه النفس، مش كانش قادر يتنفس، ابتدى يتحسن. ليه؟ البالمونري كونجكشن اتحسنت. ليفر سايز، الليفر كان معبي دم، القلب مش قادر ياخد الدم، رميه على الليفر، كان في ليفر كونجكشن وريته لكم المره اللي فاتت، اتحسن. اوكي، الاسايتس، الاستسقاء، لو عملت له ابدومينال الترا ساوند هتلاقي الميه اللي في بطنه قلت. ده كمان الايديما والميه اللي في رجليه اللي انتوا شفتوها، البيتنج ايديما دي قلت. بوزنه، اوزن البيشنت، لان الميه دي لما هتنزل ويحصل دايوريسس بالرينال فانكشن اللي هتتحسن، والرينال بلاد فلو والدايوريسس عن طريق انكريز ان رينال بلاد فلو، انكريز ان كارديك اوتبوت، ده هيعمل ايه؟ ده هيبان ليه في صوره ويت لوس. للويت لوس ليه؟ لان هو هينزل ميه وملح من جسمه وهيبتدي يعمل يورين. يبقى انا عندي ايه؟ ثلاثه وثلاثه وثلاثه تحسن. هارت ريت هيقل، سيمباتيك هيقل شويه الاكتيفيشن، وكمان هيقل دايركت وفيجل، يعني هيقل بكل الطرق الهارت ريت. ثانيا الهارت سايز هكشف عنه باكس راي والترا ساوند، لايف سايز بيقل. زي الحاجه القلب اللي قل ده، والقلب اللي مور افيشنت ده شال عن مين؟ شال عن اللنج، فالبالمونري ايديما او البالمونري كونجشن قلت، فالديسني قلت. ادي ثلاثه. ثلاثه كمان في الايه؟ الليفر الكونجشن قل، الاسايتس قلت، السيستميك كونجشن قلت. اوكي طيب، وايه كمان نتيجه لده؟ الايديما قلت، البودي ويت قل، واليورين فورميشن زادت. بس خلي بالك بقى، انت عايز تشوفه وصل ايفكتيف ولا لا، ووصل توكسيك ولا لا، لحسن يكون ما انا وصلت للستيدي ستيت كونسنتريشن، بس هي ممكن تبقى اعلى من الطبيعي او اقل من الطبيعي. انا عايزه اكتشف العالي والواطي. مفيش مانع ان انا اعمل بلازما ليفل، بس من قبل البلازما ليفل انا تابع العيان. شوف، اعرف انه توكسيك لو كان براديكارديا اقل من 60، او لو كان عنده اريزميا، او لو كان عنده نوزيا فوميتنج. تمام. طب تقول لي، ما هي النوزيا والفوميت دي ممكن تحصل جيتو جاستريك اريتيشن، مش حاجه واحده. يعني واحد عنده نوزيا وفوميتنج والهارت ريت سريع، لا، في الاغلب دي مش توكسيسيتي، او يعني الهارت ريت ما هواش ريجولر وما عندوش اريزميا ولا اي حاجه خالص، وبيتحسن وزي الفل. اوكي، يعني ايه يعني؟ خلاص، يبقى دي حاجه عارضه. لكن لو النوزيا وفوميتنج دي معاها اريزميا، اوكي، يبقى البيشنت ده ممكن يكون داخل في توكسيسيتي. لو ابتدى يقول لي انا شايف يلو جرين فيجن، يبقى ممكن البيشنت ده داخل في توكسيسيتي. تمام. اتكلمنا عن اللاند لودنج ميثود اوريدي. نيجي بقى لكونترا انديكيشنز اوف ديجيتالس. ايه بقى كونترا انديكيشنز؟ ديجيتالس يعمل ممكن نقسمهم الى اريزمياز ومشاكل في القلب، اوكي، ومشاكل بنشوفها مع اي دواء. ايه الحاجه اللي بنشوفها مع اي دواء؟ الرينال امبيرمنت، لان الديجيتوكسين خلاص بطل. الرينال امبيرمنت، انا ادجست الدوز. اوكي طيب، ايه بقى المشاكل الاريثميا والمشاكل اللي في القلب؟ انا هفتح الشات عشان في حد بيقول لي سؤال، بس انا عشان انا موفينج فاست، عشان ايه؟ عشان احنا مش عايزين نسيب حاجه ما نخلصهاش. في اي how can I digitalize the patient in spite of low therapeutic index؟ علشان كده انت careful، عشان كده الموضوع خطير، علشان كده في plasma monitoring، علشان كده you start with a small dose. ما انت مش بتديجيتالايز وتستعمل دوز تكون خطر، لا، انت بتقيم العيان بتاعك. بتبص العيان ده هيبوكاليميك، العيان عنده رينال فيلير، العيان دوت كبير قوي، العيان دوت كان معمول له ديجيتاليزيشن من اسبوعين، لا، دي واحده صغيره في السن، تمام، ورينال فانكشن بتاعتها زي الفل، وما كانتش ديجيتاليزد قبل كده، وتعبانه من الهارت فيلير وتعبانه قوي، دي ده هتدخل على اكيوت بالمونري ايديما، لا، نبتدي نعمل لها لودنج. وعشان كده بتقسم جرعه اللودنج كل 6 ساعات، اوكي، وبتتابع البيشنت كلينيكلي وببلازما ليفل. ما انت عشان كده كل البريكوشنز ديت. تمام كده، اوكي. نيجي بقى نشوف الايه الكونترا انديكيشنز. قلنا اريزمياز او مشاكل في القلب او رينال فيلير. رينال فيلير طبعا انت ممكن تظبط جرعه،
خلاص. بس انت لو الرينال فيلير جامد قوي ومش قادر تظبط جرعه يبقى ممكن ما تديهوش وتستعمل يعني ايه، بس ولو ان هو ملوش بديل قوي الديجوكسن، يعني ملوش قوي بديل. هتشوف الاذر انوتروبكس معظمها بتتاخد في الاي سي يو، الا اذا كنت بقى تدي حاجه اسمها ميلرينون، ده اللي هو الفوسفوداي استريز انهبيتور، ده دواء غالي وجديد وليه سايد افكتس، فيعني ايه يعني بتحاول جاهدا ان انت تادجست الدوز. لو البيشنت ده عنده 6 ساينس سيندروم، بص ال 6 ساينس سيندروم دوت انا جبته لك من على الانترنت، بص تلاقي الايه ده الاتريوم بطل خالص. بعد ما الاتريوم بطل بقى عندك كيو ار اس شكلها غريب قوي، دي طالعه من الفنتريكل. ما هو الفنتريكل مش هيقعد يموت، الفنتريكل بعد ما الاتريوم بطل ابتدى هو يعمل اوتوماتيسيتي من البركنجي فايبرز بتاعته، فده اسمه 6 ساينس سيندروم. ده ما تديلوش ديجيتاليس ابدا. ليه؟ لان الديجيتاليس هيزود الفنتريكولر اوتوماتيسيتي من البركنجي فايبرز، دي مشكله جامده. خلاص البارشال هارت بلوك والكمبليت هارت بلوك، دي صوره الهارت بلوك. الهارت بلوك يعني ايه؟ يعني الاي في كوندكشن، الكوندكشن من الاتريوم للفنتريكل بقت بطيئه. هنا اول مرحله البي ار انترفال طويله، اوكي تمام. هنا البي ار انترفال طويله قوي، ده كمان في بي وما فيش وراها كيو ار اس، دي الضربه دي البي دي ما وصلتش اصلا، اوكي تمام. هنا بقى اوكي، هنا الـ زي ما انتم شايفين في بي بتوصل وبي ما بتوصلش، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه بارشال هارت بلوك، ماشي. فاذا ايه يعني ايه هارت بلوك؟ يعني diminished conduction من الاتريوم للفنتريكل، ممكن يبقى في صوره prolonged بي ار انترفال، وممكن يبقى في صوره ايه بلوك، ان هو ضربه توصل مثلا وضربه ما توصلش، ده اسمه 1 تو 1 اوكي، او 1 تو 2 اوكي، يعني كل ضربتين واحده منهم بس اللي توصل اوكي. وممكن يوصل ايه يبقى 3 تو 1، يعني كل ثلاث ضربات واحده بس اللي توصل. وممكن يبقى complete heart block الاتريوم ماشي، هنا بقى ده complete heart block، ده الاتريوم ماشي لوحده والفنتريكل ماشي لوحده خالص. طبعا ايه انا يعني بحاول على قد ما اقدر اديكم تخيل، لكن هيبقى صعب ان احنا نقول تفاصيل اكتر من كده. او فنتريكل اريزميا، يبقى الثلاثه اريزمات دول انا ما ينفعش ادي معاهم ديجيتالس، لا 6 ساينس سيندروم ولا اي في بلوك ولا فنتريكل اريزميا. مشاكل في القلب نفسه بقى، كاردياك اسكيميا ليه وانجينا؟ لان الكاردياك اسكيميا والانجينا دول معاهم اسيدوزس في الميوكارديوم، ودول معاهم حاجات بتخليه مور اكسايتابل. مفيش بني ادم عنده انفاركشن وتروح تديله ديجيتاليس اوكي تمام، ممكن الانفاركت من شده الضربه يحصل له رابتشر اوكي، وممكن بيشنت يدخل في اريتميا جامده جدا، يبقى ايه؟ يبقى الكاردياك بروبلمز ديت الانجينا والانفاركشن والاريتميا ما احبش ادي معاهم ديجيتاليس. عيان انا مدياله الكتروكارديوفيرجن عشان عنده فنتريكولر اريثميا، يعني عملت له ريسسيتيشن واديته دي سي شوك، ده ما ينفعش بعديه ادي ديجيتالس لان برضو عنده الكتريكال امبالانس اوكي تمام. عيان عنده كارديوميوباثي، مين كارديوميوباثي بقى؟ بص على الصوره دي، كارديوميوباثي دي خلل في عضله القلب، سبيشالي اللي انا ما احبش اديه بتاع الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، يعني عضله القلب متضخمه زياده عن اللزوم لدرجه ان القلب ما بيملاش عدل وما بيضربش ايه اللوكر، بيبقى معاه لو كاردياك اوتبوت، ده الديجيتاليس مش هيعمل له حاجه لان الديجيتاليس بيصغر حجم القلب تمام، فاحنا مش عايزين نصغر حجم القلب ايفن مور، ده مش هيستفيد من الديجيتاليس نهائيا. يبقى عيان الكارديوميوباثي سبيشالي الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. عيان الكونستريكتيف بيريكارديتس، ده مرض غريب جدا، تلاقي ده لو كان ده النورمال فتلاقي البيريكارديوم يبقى سكند وزانق على القلب. هنا الهارت فيلير برضو ديو تو ريستريكشن مش ديو تو دايليتيشن او ويكنس اوف ذا كاردياك ماسل. يبقى العيانين دول كلهم ما احبش اديهم ديجيتاليس. اول واحد اخاف قوي من الرينال فيلير مع الديجوكسن، ادي واحد، ثلاثه اريثميات، 6 ساينس سيندروم، هارت بلوك whether partial or complete و ventricular arrhythmias، مشاكل في القلب نفسه، عندي أربع مشاكل، الكارديوميوباثي especially ال hypertrophic والconstrictive pericarditis، وكمان لو البيشنت دوت عنده myocardial infarction أو معمول له cardioversion.
تمام. ايه دراج انتر اكشنز؟ اي دراج انتر اكشنز انا بحب اقسمها بطريقه معينه، احب اقول الدواء بيبقى افكتس ايه وافكتد باي ايه. انا ما عنديش الديجيتاليز بيافكت حاجه معينه، الديجيتاليز از اولويز افكتد. ايه الحاجات اللي بتزود شغله او بتزود توكسيسيتي، وايه الحاجات اللي بتقلل الايفكت بتاعته؟ الحاجات اللي بتقلل الايفكت بتاعت الديجيتاليز ممكن برضو كلاسيفايد انتو كاينيتيك ودايناميك. انا هقول حاجه دلوقتي، انا عارفه ان انتوا مش هتنبسطوا مني قوي، بس انا مضطره ايه يعني، this is the simple fact. الكاينيتيك انتر اكشنز دي كلها انتوا حاولوا تحفظوها وخلاص، لانها مكتوبه عندكم. ده ميكس من حاجات، اوكي، في معظمها كانت مكتوبه للديجيتوكسين، لان الديجيتوكسين كان هيباتيكالي اليمينيتد، والدليل هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر. اوكي، دي كانت بتأفكت مين؟ الديجيتوكسين. احنا ما بنستعملش الديجيتوكسين اني مور، بس هي مكتوبه عندكم، لان احنا بنكلمكم توتالي عن الديجيتاليز كومباوندز. تمام. فقصه ان انا الحاجات اللي هي بتقلل الابزوربشن من ضمنها الكوليستيرامين والحاجات دي كلها اللي بتأثر على الجاستريك امتينج، try to memorize them. اوكي، because they may not affect digoxin بالتحديد. ف I have nothing to say about them. اوكي، لان في كتير منهم اساسا مكتوبين عشان الديجيتوكسين. طب انا عايزاك تفتكر ايه اللي بالاحمر ده المهم قوي. اي حاجه تزود البوتاسيوم اوكي هتقلل الديجيتاليز ايفكت. هو انا مش قلت لك ان كومبيتيتيف انتاجونست مع البوتاسيوم؟ يعني لو البيشنت ده بياخد سبايرونولاكتون او ترايمترين او اميلورايد از بوتاسيوم ريتيننج دايريتكس، دول هي انتاجونايز ذا ايفكت اوف ايه، اوف ديجيتاليز. طيب ايه الحاجات بقى اللي بتزود الاكشن؟ في منها كاينيتيك وفي منها دايناميك. برضو الابزوربشن انا مش لكن انا اللي همني حاجات الايه، الدايناميك اللي انا كاتباها بالاحمر. هايبوكاليميا بالسايزايد او اللوب هتزود الاكتيفيتي وتخليني مور لايبل تو توكسيسيتي. الهايبركالسيميا، لان احنا اتفقنا ان الهايبركالسيميا الكالسيوم ات ويل اكت برضو ان هو يساعد الديجيتاليز في الايه، في الاكشن بتاعه. الهايبركالسيميا تحصل من السايزايد دايريتكس، تحصل من الكالسيوم انجكشن. البيتا بلوكرز تعمل هارت بلوك، والديجيتاليز بيعمل هارت بلوك. الفيرابامين والاميودارون ده انتي اريزميك، مش ما تحفظوش دلوقتي، هتحفظه لما تاخد الاريزميا. الاميودارون والفيرابامين دول الاثنين هيزودوا البلازما ليفل اوف ديجيتاليز. اوكي، وممكن يندوس هارت بلوك كمان، فهم وحشين عشان الهارت بلوك. سيبك من البلازما ليفل اوكي، لان البلازما ليفل دوت غالبا هيبقى مايكروزومال انزيم انهبيشن، فهتبقى ايفكت على الديجي توكسين، لكن المهم قوي الهارت بلوك. يبقى انا عندي حاجتين اهم بيعملوا لي هارت بلوك وحاجتين الكترولايتس. الكينيدين ده displaces ديجوكسين from the plasma proteins، ده الديجوكسين نفسه بقى. وخلي بالك انا بفكرك ان دي كاينيتيك انتر اكشن باي ذا واي، خلي بالك انا بفكرك ان الكينيدين كان بيتاخد بعد ما بتعمل ديجيتاليزيشن او بعد ما للعيان علشان بتاع الاتريال فايبريليشن، سوري بتاع الفلاتر، اوكي، تقوم تديله بعد كده كينيدين عشان تعمل له ميديكال كارديوفيرجن. تمام. فهنا الانتر اكشن ده انت لازم تاخد بالك منها، ان ممكن الكينيدين دوت يدخل العيان في ديجيتاليز توكسيستي عن طريق ديسبيسمنت فروم بلازما بروتينز. التوكسيسيتي بقى تبان لي في صوره ايه؟ اتس نارو سيفتي مارجن دراج، عشان كده بنعمل له بلازما مونيتورنج. والتوكسيك بلازما ليفل بس لو طلعت فوق الاثنين. انا كنت لسه بكلمك ثيرابيوتيك 1.5 اوكي صح، طلعت فوق الاثنين بقيت توكسيك. تبان لي في ايه التوكسيسيتي؟ ثلاث حاجات كلهم اتكلمنا عنهم قبل كده، جي اي تي وكارديو فاسكولار طبعا لان هو كارديو فاسكولار دراج، وسي ان اس اتفقت معاك انه بيعدي بلا برين بارير، مش حاجه جديده خالص. جي اي تي انوركسيا نوزيا فوميتنج، ممكن يعمل دايريا او ابدومينال كرامبس لو هو ليت، مفيش حاجه تتفهم هنا. سي في اس ايرلي هيبقى فيه براديكارديا less than 60 بيتس بير مينيت، اسطوانه مشروخه، قلنا الكلام ده قبل كده كتير. ممكن يعمل هارت بلوك، دي هارت في ار هنا، هارت بلوك بارشل ذن كومبليت، يعني يتطور من ديك براديكارديا الهارت بلوك، وممكن يعمل اني تايب اوف اريزميا اتريال او فنتريكولر.
مشهور طبعا بالفنتريكولر اللي هي خطيره جدا واخاف منها قوي لانها تموت. الفنتريكولر تاكيكارديا تخلي القلب مش افيشنت، فنتريكولر فلاتر وفايبريليشن يبقى كده البني ادم ده بيموت. فنتريكولر فايبريليشن يبقى البني ادم ده مات اصلا، تمام، لان كده الفنتريكلز ما بتضربش. الاكسترا سيستولز اللي تطلع من الفنتريكل يعني الضربات الزياده ممكن يبقى لها الشكل ده بالسس باي جيمينس، يعني تلاقي ضربه اون توب اوف ضربه، عشان كده انا جبت لكم صورتها. سي ان اس ممكن يبقى عندي اكسايتيشن، هيديك، هالوسينيشن، ديلوجن، ديليريوم. اكسايتيشن مفهومه، هيديك صداع، هالوسينيشن قلنا ايه، الواحد يتهيأ له حاجات سبيشالي يلو جرين فيجنز. ديلوجن يعني يتهيأ له مواقف بقى، يعني يرسم احداث، دي اسمها ضلالات، ضلالات الديلوجنز. ديليريوم يعني يدخل في حالة هياج مع ديستربت كونشسنس شوية، ده اسمه الديليريوم، يبقى مدروخ كده وعنده حالة هياج. كونفيوجن يبقى متلخبط، مش عارف يومه من نهاره، مش عارف الناس، مش عارف الوقت، مش عارف احنا امتى، احنا فين. كونفولجنز يجيله تشنجات، والكالورد فيجن كلمتكم عنه قبل كده واسمه كروماتوبسيا. ايه الفاكتورز ذات انكريز ديجيتاليس توكسيسيتي؟ كلها فاكتورز تقريبا اتكلمنا عنها. دراج انتر اكشنز اتكلمنا، قلنا البيتا بلوكرز تعمل هارت بلوك، الفيرابامل والكينيدين والاميودارون يعملوا هارت بلوك، والكينيدين يزود التوكسيستي عن طريق ديسبليسمنت فروم بلازما بروتينز. الهايبوكاليميا والهايبوماجنيزيميا والهايبوكسيا، طبعا الهايبوكسيا دي هتبقى ضد الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يعني الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز مش هيلاقيها منين ولا منين. احنا اتفقنا ان الديجيتاليس اتس ا كومبيتيتيف انتاجونست للبوتاسيوم، فالهايبوكاليميا وكذلك الهايبوماجنيزيميا هتزود الديجيتاليس توكسيسيتي. العكس بقى، زياده الهيدروجين ايونز، اوكي تمام، وايه زياده الهيدروجين ايونز والهايبر كالسيميا، دول يزودوا من الديجيتاليس توكسيسيتي، تمام. طيب الاكستريميتيز اوف ايج، ان هيبقى معاهم ليفر وكيدني ديزيز، انا مهتمه اساسا بكيدني ديزيز عشان بستعمل ديجوكسين مش ديجيتوكسين، والهايبوثايرويديزم لان هو الهايبوثايرويديزم دوت ممكن يبقى معاه اي في بلوك، اوكي تمام. الكاردياك اسكيميا لان هتبقى معاها اسيدوزيس اوف ذا مايوكارديوم وهتحفز عمل او حدوث الاريزمياس في المايوكارديوم. اتفقنا كمان ان البيشنت بتاع الانجينا ما بنحبش نديه ديجيتاليس. ولو انا اديت ريبيتد انيشال دوز او لارج مينتننس دوز في عيان مش مفروض اديله ديجيتاليزيشن. ايه بقى اعالج الديجيتاليس توكسيسيتي ازاي؟ اول ثلاث حاجات في اي توكسيسيتي، اي نيد تو ستوب ذا دراج، وادي واستوب اي بوتاسيوم ديبليتنج دايوريتك عامل لي هايبركاليميا. اول حاجه ان انا اقلل من امتصاص الدواء ده في جسمي، اقوم اوقفه، اوكي، وممكن ادي اكتيفيتد شاركول اللي هو الفحم علشان اقلل من امتصاصه، واروح على طول واخده بلازما ليفل للديجيتاليس اشوف الليفل بتاعه قد ايه، وكمان البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم قد ايه عشان اصلح البايظ منهم. لو لقيت البوتاسيوم قليل اصلح الهايبوكاليميا، تمام ماشي، واتاكد ان بس ايه ان ما فيش هارت بلوك او رينال امبيرمنت، لان انا ما اقدرش ادي بوتاسيوم مع حد عنده هارت بلوك او رينال امبيرمنت، لان ده هيبقى ايه، هيسوق الرينال امبيرمنت هي لوحدها بتزود البوتاسيوم. يبقى اول ثلاث حاجات ان انا ستوب الديجيتاليس، بوتاسيوم ريتيننج دايوريتك، وان انا ادي اكتيفيتد شاركول علشان اقل من ابزوربشن بتاعه، وان انا ايه ان انا مونيتور البلازما اشوف ديجيتاليس الليفل قد ايه والبوتاسيوم الليفل قد ايه والكالسيوم الليفل قد ايه والمغنيزيوم الليفل قد ايه، واعمل الكترولايت كوركشن، بس اخلي بالي ما اديش بوتاسيوم لواحد عنده رينال فيلير او واحد عنده هارت بلوك. ابتدي بقى اشوف لو كمان في هايبركالسيميا، ادي حاجه اسمها صوديوم اديتا او صوديوم اديتيد، ده كيليتر اوف كالسيوم. لو عندي هايبوكسيا دي اوكسجين، لان اتفقنا ان الهايبوكسيا هتقلل من عمل الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. لو عندي اريزميا بقى، معلش يا جماعه انا هخلص وبعدين اخد اي اسئله. لو عندي اريزميا فينتريكولر، اوكي، ادي فينيتوين. الاريزميا انا عندي دي كلها اريزميا، بس يختلف
التريتمنت باختلاف نوعها. طبعا وي ويل ابريشيت الكلام ده بعد ما ناخد درس الاريثميا. لو هي فينتريكولر هدي فينيتوين، اتس ذا دراج اوف تشويس. ليه؟ لانه بيبلوك الصوديوم شانلز، هتاخدوا الكلام دوت في الاريثميا، فاتس جود فور فينتريكولر اريثميا، ده هيقفل من الاخر. لو في فينتريكولر اريثميا ده لو معاها ايه؟ معاها هارت بلوك. معهاش هارت بلوك ادي لايدوكين، لان اللايدوكين ممكن يعمل لي هارت بلوك. اوكي طيب، if heart block with or sinus bradycardia من غير ventricular arrhythmia ممكن ادي اتروبين، لان الاتروبين هيسرع من الاي في كوندكشن. اولا واخيرا لو ممكن ادي العيان دوت حاجه اسمها الفاب فراجمنتس، دي انتي بوديز اجينست ديجوكسين، ادي انتي بودي سبيشال انتيدوت. ولو العيان ده دخل في ventricular fibrillation هعمل كارديوفيرجن. مش فاضل لنا غير الانوتروبيك ايجنتس الاذرز، البايبايريدينز الامرينون والميلرينون، دول انهبيتورز اوف فوسفودايستريز انزيم. لما انا اعمل انهبيشن اوف فوسفودايستريز انزيم هزود السايكليك اي ام بي اوكي في البلاد، والبلاد فيسلز اعمل بلاد فيسل دايلاتيشن في الهارت، وفي البلاد فيسل يزيد السايكليك اي ام بي. في الهارت هيبقى ستيميوليشن بوزيتيف انوتروبيك ايفكت ويزود الكاردياك اوتبوت. على الارتريز هيعمل ميكس دايليتيشن اوف ارتريز اند فينز، يقلل البري لود ويقلل الافتر لود. دي الطريقه اللي بيشتغل بيها الامرينون اللي بينهبت الفوسفودايستريز 3. It will have minimal change on the heart rate and the blood pressure، وبس مشكلته الفيتال ثرومبوسايتوبينيا، عشان كده الدواء ده ما بيستعملش كتير خالص، عشان الثرومبوسايتوبينيا دي تقليل البليتلتس يعمل فيتال بليدنج ومشكله جامده جدا، وممكن يوحش من الانجينا. يبقى ما بستعملوش غير اي في شورت تيرم لو الحاله ريزيستنت اوكي، او ان انا اساعد الديجيتاليس في حاله صعبه جدا فمضطر اخد الريسكس دي كلها. اللي احسن من الامرينون شويه هو الميلرينون، بس لانه هو مور باورفل اند لس توكسيك، ده ممكن يتاخد اي في وممكن يتاخد اورال في برضه في احوال الريزيستنت هارت فيلير او تو اوجمنت ديجيتاليس. فزي ما انتم شايفين الديجيتاليس على كل عيوبه، لكن بدايله قليله جدا جدا. اوكي اي اسئله؟ لو ما لحقناش يا جماعه، الحمد لله ان احنا اتليست خلصنا سلايدز، وفي ان شاء الله ريكوردنج. فاذا كان انتم عندكم اي اسئله حبيتوا تبعتوها لي على الواتساب بليز دو. اوكي تمام تمام كده. ف I welcome